الحمد لله على السلامة يا محسن بيه. الله يسلمك. ايوه يا حمد. ايه؟ امتى ده حصل؟ وفي ركاب كتير ماتت؟ يا نهار اسود. كده بيتنا اتخرب. بيتنا اتخرب. واشتريتي البلوفر الابيض؟ ده تحفه حقيقي. بس التليفون مشغول كده ليه يا هانم؟ وبعدين موبايلك فين؟ هكلمك بعدين. متصربة على ايه؟ مالك في ايه؟ كارثه، مصيبه، الباخره بتاعتنا غرقت وعليها جثه كبير من السياح. ايه اللي بتقوله ده؟ الباخره بتاعتنا غرقت؟ ومات منهم كتير، واكيد هيجيبوا رجلي في الموضوع. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض. هتعمل ايه؟ هتعمل ايه يا محسن؟ احنا لازم نسافر حالا قبل ما يصدروا قرار بمنع سفري. يلا بسرعه، الحاجه جهزي شنطتك انت والاولاد. لا يا محسن، لا، ما ينفعش نسافر معاك. الولد عنده جامعه والبنت عندها دراسه. بص، سافر انت، سافر، واحنا هنحصلك في الاجازه. طب يلا بسرعه عشان الحق اول طياره على لندن. لندن ايه؟ هو مسافر ولا ايه؟ في ايه يا بابا؟ في ايه يا ماما؟ ما تسيبني في حالي يا ابني. ايه يا ماما مالك في ايه؟ في ايه مالكم؟ ما يا جماعه حد يفهمني في ايه؟ فريدة، أنا عايزكم تخلي بالكم على نفسكم. أنا مش شغال كتير في لندن إن شاء الله. وإن شاء الله الأمور هتتصلح. وهتبقى أحسن من الأول كمان. هتتصلح، بس أنت سايبني من غير سيولة، من غير سيولة يا محسن. فيزا كارت أي حاجة. مع إنك مش هتلحقي، اتفضلي. كمان؟ يا بابا، ممكن تفهمني في إيه؟ يا حبيبي مفيش أي حاجة، الظروف صعبة ومفيش وقت. كل اللي عايزه منك تخلي بالك من ماما وشيروت. هخلي بالي عليهم يعني من غير فلوس؟ انت مش سايبني ولا مليم، شوفي معاك اي حاجه. يا لؤي، قلت لك الظروف صعبه دلوقتي، وعلى العموم اول ما هسافر لندن واظبط الامور هناك هبعت لك فلوس، اوكي؟ لسه هستنى لما تبعت لي من لندن يا بابا. لؤي، عايز اسافر واحس ان انا سايب راجل في البيت واخد باله من البيت. يا حبيبي سايب راجل وكل حاجه، بس انا طب اصرف على البيت انا ازاي؟ طيب احتجت حاجه اعمل ايه انا؟ ماما هتبقى تفهمك. مع السلامه يا محسن بيه. يا بابا، هو في ايه اللي بيحصل بالظبط؟ اتفضل اتفضل. ميرسي جدا يا انكل، والله مش عارف اقول لك ايه. ما تقولش اي حاجه، انت برضه زي ابني اللي انا كنت بترجاه من الدنيا. وبعدين يا سيدي، انا ما كنتش المحامي بتاع والدك وبس، لا، ده احنا اهل. بس يا وقت اسيبكم بقى توضبوا حاجتكم، وان شاء الله اجي لكم بكره الصبح عشان اطمن عليكم. ميرسي قوي يا فؤاد، ميرسي. على ايه؟ انا ما عملتش غير الواجب. شكرا. بعد اذنكم. مع السلامه. بجد انا مش قادره كده كتير. اهدي يا شربت علشان خاطري. اهدى ازاي بس يا مامي؟ وبعدين قوليلي هنعيش هنا ازاي؟ هنعيش هنا وهتكوني قويه. مش كفايه عليا اللي انا فيه؟ انا مش هستحمل اشوفكم بتتدمروا قدامي. تعالي يا لؤي، انا عايزاك. تعالي يا ماما، اقعد. بص يا لؤي، انت دلوقتي يا ابني راجل البيت. عارف ايه يعني راجل البيت؟ يعني لازم تشيل المسؤوليه معايا. تاكل يا ماما. اوكي يا ماما. الو. ايوه يا ايوه يا شعلان. ايوه يا حبيبي. لا هعدي عليها بقى النهارده، ما انت فاهم. طيب ماشي، النهارده بالليل. ماما انا هنزل اجيب لكم حاجات. طيب ماشي يا شعلان، يلا سلام. بقول لك يا فتحي، شكل كده زين زين، ما بينش اللي كنت بلعب كوره زي الفل. تلاقي فريق كفر العزايم مروحين في القطر مهمومين. طبعا ده احنا مثلنا بيهم فيلم الارض. تعرف يا احنا كسبنا ليه؟ ليه يا عمتو؟
عشان كنا يد واحدة قلبا على قلب بعض. مش المهم مين فينا اللي يجيب الجون، المهم اننا نكسب. شوف يا اخي، شوف انا وانت اصحاب من قد ايه؟ ده احنا اصحاب من اولى ابتدائي يا راجل، لكن ابوك ابوي اعوذ بالله يتمنوا الموت لبعضيهم. كله من الانتخابات اللي داخلين فيها قدام بعض وفيها ايه؟ ما واحد يتنزل للتاني وخلاص. اذا كان كده يبقى ابوك يتنزل لابوي. واه، وابوك ما يتنزلش ليه؟ لا، ابوك احسن من ابويا ولا ايه؟ بقول لك ايه، انا همشي عشان لو جيهم ما لقانيش هيطين عيشه اللي خلفوني. ماشي يا صاحبي. سلام. سلام يا صاحبي. خالد، وما جاب زيد العارف وحشتك يا ابوي. تعال هنا. ازيك يا ابوي؟ بقيت تسيب ابوك في المؤتمر اللي عامله عشان الناس ينتخبوه وتروح تلعب كوره مع العيال اللي زيك اول ما تعود من السفر؟ مين انا؟ ايوه انت، اوعى تنكر. يعني بعرف دبه النمله في البلد دي. طبعا ما انت كبيرها يا ابوي. اسمع يا خالد، دي اخر مره تسيبنا وتروح تقعد مع اصحابك. امرك يا ابوي. ومن الليله دي انت معايا في كل مكان لحد اخر يوم في الانتخابات. عايز احس انك في كتفي، انك دراع اليمين. ايه امال؟ عايز احس ان انا خلفت راجل مش عيل صغير. امرك يا ابوي. وفتحي والد منير القاضي، لا تشوفه ولا تحدته تاني، مفهوم؟ مجاهد الحداد في البرلمان يا رجاله. يا ابوي وابارك فيك. ما تجيبش حطب معايا. ايه حطب؟ لا يا خالد، انا خلاص كبرت على الكلام ده. انت وعدتني انك لما تنجح في الانتخابات تقوم تحطب معايا، ووعد سياده النائب دين عليك. يا راجل قوم، ده ليله في العمر ما تعوضش تاني ابدا. قوم يا راجل قوم. ماشي ماشي. ها يلا يلا يا خالد، ورينا يا سياده النائب، ورينا. رشح نفسه في الانتخابات بعد يومين. طبعا انتوا عارفين ان هو اللي قتل اخويا مجاهد. طب ايه العمل يا حاج؟ عضويه البرلمان مش لازم تطلع من الحدايد ابدا، ها؟ لازم نرشح واحد من مننا. مفيش كبير غيرك. انت كبير الحدايد بعد المرحوم.
لازم نحرق قلبه منير على ولده، وانت اللي بيدك هتاخد طارك يا ولدي. اه بس يا عم احنا ما نعرفش مين اللي قتل ابوه. وهو في غيره؟ اكيد منير غاب هو اللي وزع على قتل ابوه. يعني منير غاب للدرجه دي يقتل ابوه بعد فوزه بالعدويه بساعات؟ قصدك ايه؟ معناته ايه الكلام ده؟ يعني مش هاخد بطار واقتل فتح القاضي من غير دليل؟ انت اتجننت؟ يبقى مش عايز تقتل بايديك؟ يعني ما عاوزش اقتل حد، مش عشان فتح صاحبي، له عشان مش متاكد ان ابوه اللي قتل ابوه. الكلام الفارغ ده ملوش عازم، انت هتقتل بايديك والا هتلبسنا الطرح وتعيشنا في العار طول العمر. هتقتل بايديك يعني هتقتل بايديك، وبكره وهو بيفتح له المحل الجديد، والا تمكن كلامنا اخوي ولا اعرفك. بينا يا رجاله بينا. الكلام الماسخ اللي سمعته ده ياما انا، بطل كلام العفش ده. تمشي مع عمك ورجاله من سكات، يا اما تاخد بطار ابوك يا اما ورحمه ابوك الغالي. لا حتبقى ولدي ولا اعرفك يوم الدين يا خالد. أقول له. ايوه ابوي. اسمع حديثي ده زين يا ولدي، انا فتحت لك المحل ده علشان تبعد عن الولد الزفتي ده اللي اسمه خالد، ومن هنا ورايح لا تعرفه ولا تكلمه وتبعد عنه نهائي، وتنشغل في دراستك وشغلك وتنشغل عنه وعن عيلته. دول يا ولدي فاكرين ان انا اللي وزيت على قتله. امال مين اللي قتل ابوي؟ ولا شعرفني عاد. وامحي بنار الكريمه
لك يا خالد. ما قدرش. ما قدرش يا عم. ايه الكلام المسخ اللي بتقوله ده؟ ما قدرش تاخد بطل ابوك؟ انا ما اعرفش مين اللي قتل ابوك. ما حدش له مصلحه في قتل ابوك غير منير القاضي. ده مش دليل. ما تكوحش في الكلام ونفذ اللي بقول لك. ما قدرش. ما قدرش يعني ايه؟ هتحط راسنا في الطين وتشهدنا العار طول العمر؟ اخفى من قدامي هقتلك هقتلك هقتلك. اطفو عليك ولد، اطفو عليك عيل، اطلع بغوري. اطفو عليك، اطلع يا ولد. عارف انك مش هتقدر، بس قلت يمكن يتنحرر اللي متابوه على يده. ما قدرتش اقتل يمه لا فتح ولا غيره. افهميني يمه، بعد يدك عني ما تلمسنيش. لا انت ولدي ولا اعرفك، متبريه منك يوم الدين، وكمان ما تقعدش في بيتي. ده بيتي وبيت ابوه، مالكش حق فيه. طب اديني حق في ورس ابوه. انت مش قلت مجاهد الحداد ومالكش حق عندي؟ انت من 5 دقايق تلم حاجتك واطلع مش فاكش قدامي. والله ما قدرش افكر يا دينا، قلبي بيتقطع كل ما افتكر ابويا وبيتقتل قدام عينيا، وما عارفش مين اللي قتله. ومن الناحيه الثانيه عمي حس انه يغدر بيه في اي لحظه. شيخ انا حس انه احنا قاعدين ممكن نبص نلاقيه طبب علينا في الجامعه. لا يا عمي مش للدرجات، لا يمكن يدخل لك جوه الجامعه يعني. هو لو بيدور عليك فعلا هتلاقيه واقف بره الجامعه مستنيك. ربنا يطمنك. مش قصدي يعني، وبعدين ما تقلقش في حرس يا خالد، وبعدين امتحانات قربت وكلنا هنقعد في البيت. صح، وانا الحمد لله غيرت عنوان السكن. انا عايزاك تنفض لاي حاجه في حياتك يا خالد، عايزاك تركز في الامتحانات دلوقتي وبس، عايزاك تبسط الامور يا اخي بسطها. هاي يا جماعه، ازيك يا دندن؟ ازيك يا خلود؟ ازيك يا سهى؟ يا رانيا. يا حبيبتي بقول لكم ايه، في بقى واحد صاحبكم بقالكم كتير قوي ما شفتهوش، هو جاي لكم دلوقتي. مين؟ عمي. عمك ده ايه يا ابني؟ لا طبعا دي مفاجاه مش هقولها. المهم باركتوا رانيا. باركنا لها على ايه؟ مفيش يا جماعه، انا قلت ان جالي عريس بس ما وافقتش عليه. يا ريتني كنت بعرف ازغرط. وعرفتيه منين ده يا بت؟ ابن عمي وجارنا في البلد. وعلى كده تسيب الجامعه وتروح تعيشي في فلاحين؟ هي يا جماعه هو كل فكرتكم ان الفلاحين بقره وجاموسه وارض؟ ده هو بيحضر دكتوراه بره، وكمان هو موافق اني اكمل في الجامعه. بقى بيضلك في القفص. بس انا ما بحبوش. امال بتحبي مين يا بت؟ ماجد. فين ماجد؟ فين؟ معرفش. انتوا زي ما انتوا نفس القعدة وعند نفس الكافيتيريا. علينا نعمل جمع منور. ربنا يخليك يا ولد. عامل ايه يا ابو خالد؟ انا قلت نسيتنا يا عم. ودي تيجي يا راجل، ده احنا عشرة، حد ينسى سنين الجامعة الجميلة دي؟ ايهاب ابن الاصول رجع يا رجالة، يا ريتني كنت بعرف ازغرط. ازيك يا دينا عاملة ايه؟ ازيك انت يا ابو؟ الحمد لله تمام. ازيك يا رانيا؟ عامل ايه يا ايهاب؟ الحمد لله تمام. انا برضو ما اعرفش ازاي سهى عرفت انك جاي. ما هو ده بقى الخبر اللي ايهاب صمم بنفسه ان هو يقوله لكم. انا يا جماعه قررت بعد طول انتظار اللي انا ان شاء الله هخطب سهى قريب. المغفلين زادوا واحد. الله يكرمك. مبروك يا بابا. الله يبارك. الف مبروك يا سهى. ميرسي يا حبيبتي. عقبالك بقى يا رانيا. يسمع عن بقك ربنا، بس ما يكونش ابن عمي. وما فيش عقبالك يا دينا سواد من جوه كده على طول؟ لا طبعا يا حبيبتي، عقبالكم كلكم طبعا. اه يا دوب بقى كده خلاص ميعاد المسرحيه قرب، وعلى فكره انا حجزت لكم كلكم، لازم طبعا كلكم تبقوا معايا ان شاء الله. يلا بينا يا جماعه بقى نتفرج على المسرحيه عشان نشجع سهى عشان تزعل ولا حاجه. يلا نشوف هتمثل ازاي. يلا قدامي يا خالد. عايزك تمثلي. ايوه تمثلي. ايوه. you
ياسمين هنا؟ ايوه. طيب عندنا ميعاد. بلغها مين؟ قولي لها ناجي ومعاك كابتن ماجد. حاضر. شكرا. ايه يا ابني مالك؟ مالك؟ صحيح تعالى تعالى. غريب قوي. ابو عليك يا عم يلا بينا يا عم. اقعد يا عم ده فن تجريدي. يا عم تجريدي ايه يا ابني؟ مساء الخير. مساء النور. مساء الخير يا زعبي. ازيك سامسة؟ عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ ايه الامر ده؟ ميرسي. ده ماجد بقى صاحب الكلمات الجميله اللي انت سمعتها لي في التليفون؟ لا ده شبيهه. لا بجد برافو عليك هايل. ربنا يخليك. ربنا يخلي حضرتك. انا مش بجامل، انت بجد موهوب، ولو كمان طورت موهبتك ديت هتبقى شاعر غنائي عظيم. ربنا يخلي حضرتك، ده بس من ذوقك، دي شهاده يعني اعتز بيها، بالذات انها جايه من فنانه رقيقه زي حضرتك كده. بلاش حضرتك دي بقى، انا ياسمينه وانت ماجد، كده التعامل ما بيننا هيبقى اسهل. حاضر حضرتك يا عم. حاضر يا ياسمين. رشا تحبوا تشربوا ايه؟ ولا حاجه. شاي؟ ولا حاجه ولا حاجه. رشا اعملي اتنين شاي. يلا نسمع بقى. يلا بينا. كلام مش حافظ. كلام لا ما هلحق احفظ. ما هو معاك لا لا خلاص قول لك انا. كان عامل ازاي؟ لا مش فاكر. استنى كده. زي الايه؟ زي الصلاة يا اخي، مش عارف تقرا كلامك. لقيت نفسي عايش زي الصلاة، فتلي الانين طول المدى. بس لحد انا بقى وقفت. حلو اللحن عجبني، كلمات عجباني، بس حاسه ان في حاجه ناقصه، مش عارف، يمكن ماجد يقدر يساعدني في الموضوع ده بشويه كلمات كده. والله يا حضرتك انا كنت يعني يا ياسمين انا كنت كاتب الاغنيه كده، بس لو انت عايزه تضيف لها حاجه او يعني عايزه تضيفي حاجه في الاغنيه انا تحت امرك، مفيش مشاكل. ما انت كده مش هتنفع شاعر، لما المطرب بيقول لك غير ما تغيرش المفروض تبقى ايوه ياسمين. انا مش فاهم بالظبط انت عايزه ايه. انا عايزه جمهور، عايزه حاجه جديده، عايزه رتم غنائي جديد، عايزه انت عارف الجمهور والايدج اللي احنا عايزين نوصل له. طب خلاص سيبيلي الاغنيه دي بقى انا وماجد نقعد نشتغل عليها واجيبها لك المره الجايه جاهزه. لا 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 استنى بس، انا في حاجات كده عايز اظبطها خصوصا في الكلمات عشان انت تعرف تظبط اللحن. وبعدين في حاجات في دماغي. ماجد ينفع تقعد شويه يعني نص ساعه كده نظبط مع بعض؟ ينفع ينفع. ملوش اي حاجه، انا بس عشان عندي استوديو مضطر اطير. لا يا حبيبي اتفضل. يلا باي باي. اوكي باي باي. ايه هتعرف تروح؟ انا روح معاك معايا 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 الحمد لله. انت تمام؟ الحمد لله. يلا باي باي باي. يا ماجد اقعد. ايوه حاضر. لا مش هينفع كده، فك نفسك كده وريح عشان احنا لسه نقعد ندردش، عايزين نخلص الاغنيه النهارده. ايوه حاضر. يعني ريح ريح. ايوه حاضر. ثانية واحدة. ألو بونسوار. دلوقتي؟ أوكي أني تايم. أوكي باي. سوري ماجد مش هينفع النهارده، ينفع نأجل ميعاد ليوم تاني؟ وأنا كده كده هاخد نمرتك برضو من ناجي، يعني هراجع معاك. أيوة تحت أمرك طبعا، يعني تحت أمرك. أيوة. لا بس بجد مبسوطة بيك. ربنا يخليكي. باي باي. سلام. سلام. أخيرا. الحمد لله. يا ربي ده بس
طابور جامعه ده ولا طابور جمعيه؟ فينك يا طلعت فينك؟ وكمان بتكنسل عليا وكمان بتكنسل. يران يران انت فين يا ابني من الصبح؟ بنادي عليا. انا اللي بنادي عليك من الصبح بقالي ساعه بكلمك وعمال تكنسل عليا. يا طلعت ايه اللي بيحصل لي ده؟ انا عمري ما شفت كده في حياتي. احنا مش متفقين يا ابني ان انت تقف معايا في المشوار ده؟ ايه يا لولو في ايه؟ بتديني وش كده على الصبح؟ وبعدين يا عم انا بكنسل عليك علشان خايف على كارتك، غلطان انا؟ لا يا راجل. وبعدين مالك؟ غير ليه على الصبح كده؟ ده الطابور زي الفل، ده ما فيش تاريخ ابن يومين على الشباك. كل ده وما فيش تاريخ ابن يومين؟ ما فيش تاريخ ابن يومين يا ابني، ده ساعات الطابور ده من كتر ما هو كبير بنطلع نقف على سور الجامعه. ما تهزرش يا طلعت. والله العظيم ما بهزر. طبعا. وانت عارف حاجه؟ انت ابن ناس يابا ومتربي، ولا عمرك ركبت اتوبيس ولا عمر حد قال لك هات لي خمس ترغيفه معاك. النبي يا عم فكنا من الحوار ده. بقول لك ايه؟ عشان خاطر عشان خاطر فكني من الطابور ده، عشان خاطر عشان خاطر طلع. مالك يا لولو في ايه؟ انت حاسس ان الطابور رافع على رقبتك؟ انا فعلا اتخنقت، انا جبت اخري عشان خاطر ابوس راسك، ابوس راسك، فكني عشان خاطر بليز بليز يا طلعه طوف. بليز؟ لا طبعا الموضوع دخل في بليز، الموضوع كبر قوي. بص يا لولو تعالى ورايا. هتعمل ايه؟ اسمع بس هقول لك على حاجه. هنقول ان ابوك مات، بس اظبط لي انت دمعتين على كام شنه كده. نحيب نحيب تعال تعال بس. السلام عليكم. عليكم السلام. يا باشا عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ السلام عليكم. ازيك يا عمو؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ ايه اخبار السنه دي؟ تمام. نتقابل دايما انت عارف. معلش بس شغل معايا صاحبي، كان معايا صاحبي سحب ورقه من الجامعه وجاي يقدم هنا في الجامعه. طب ما انا جاي اقدم هنا كمان. يا جدع طول بالك عليا. بس سيب له بقى، امسك نفسك يا جدع، عيب كده. لا الراجل واحنا واقفين مستنيين الطابور عادي زينا زي اي حد، جاله تليفون وانت توقف. بس سيب له بقى بابا. بس خلاص سيب له بابا مات. خلاص سيب له بقى. بس خلاص خلاص وانت توقف. بعدين احنا عايزين نخلص، عايزين نوقف قدامك. بس هم دي مسك عشان نلحق العزا على طول، عشان دفنا الساعه 3 ونص بالليل. لا لا البقاء لله. تعالى ميرسي جدا. شكرا. تعالوا تعالوا. مش عارف اقول لك ايه. حالك بقى اجمل بقى اجمل بقى. انت راجل بعد ده. الحمد لله بعد ده. لا اله الا الله، لا اله الا الله. ميرسي جدا. شكرا. ميرسي. يلا بقى ما جالكش في حاجة وحشة يا كابتن، ما جالكش في حاجة وحشة. ايه ده؟ بيتك ما اعرفش كنت عامل ايه من غيرك يا اخي. ده انت طلعت وقت كده. وحياة الله لو ما كنت عملت الحوار ده كان زمانك واقف بقالك تلات ايام. والله عندك حق طلع اوضتي. بس برافو عليك. بقول لك ايه؟ معاك النهارده اسم الصنف ايه؟ اسم الصنف بح بح. وده كيف ايه ده؟ يا ابني انا ما معيش حاجه. ماكش حاجه؟ لا ما ينفعش اطلع صرفت اي حاجه، انا خربان. ايه له؟ ايوه انت ما تعرفش. إيه يا ابني انا داخل الجامعه متهرب اصلا. ما تهزرش اطلع. بقول لك ايه؟ انا الدنيا ملطشه معايا عشان خاطر اشوف لي اي سجارتين معاك. انت هتمسك في الجامعه. طب وبعدين هنعمل ايه دلوقتي؟ كلاش ما تشغلش بالك انت، بس انا دلوقتي هعرفك على شله الانس. انس ايه دي؟ هعرفك على شلة الأنس. تعالى بس ما تشغلش بالك. تعالى تعالى تعالى. الأستاذ منصور موجود؟ من حضرتك. قولي له دينا بنت أخوه. اتفضل. خير؟ جاي عاوز ايه؟ زي حضرتك يا عمي الاول. انا كنت جايه لك يعني عشان محتاجه فلوس. فلوس؟ هو انت مديناني ولا ايه؟ ابوس ايدك يا عمي، امي في المستشفى بين الحياه والموت.
أمي بتموت، محتاجين 30,000 جنيه عشان تعمل عملية في القلب. أرجوك أبوس إيدك إدهم لي. 30 إيه؟ ليه؟ وأنا كنت خلفتك ونسيتك ولا إيه؟ لعلمك يا هانم، أمك دي من ساعة ما دخلت العيلة وهي سبب المصايب والبلاوي كلها. إحنا مش جايين نتكلم في الماضي دلوقتي، ده موقف إنساني، موقف إنساني يا عمي. اعتبره حتى من ميراث أبويا اللي أنا ما خدتوش. أبوك الله يرحمه ملوش عندنا حاجة. وروحي اسألي عمتك أنصاف وهي تقولك. كلمتها شتمتني وقفلت السكة في وشي كمان. أنا بقى مش هشتمك، اتفضلي بقى من غير ما ترد. حرام عليك، انت مفيش في قلبك شفاء. بقولك امي بتموت، امي بتموت. بقولك ايه، امك دي احنا ما نعرفهاش، ده الحكاية كلها كانت حتة خياطة بالجنة وبتتردد علينا عشان تسترزق، وكنا بنعطف عليها، ضحكت على اخونا واتجوزته. طب وميراث ابويا؟ تاني ما قلتلك لا انت ولا امك ليكوا عندنا حاجة، بس انا مش هكون قاسى عليكي. خدي ال 500 جنيه دي، ده كل اللي انا هقدر اديهولك. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. بس ورحمة ابويا مش هسيب حق. شلة الأنس، مش كلهم بس بعضيش بينهم. شلة الأنس، اجمع يابا هنا. حليب قلبي، اجمع يابا. يا حظابط. حظابط يعني أنا الزعيم زي ما قلت لك. ماشي يا عم الزعيم. حبيبي يا لولو. لؤي صاحبي من الإي وسي. بص بقى، صياعة ماشي معاك، دماغ ومخدرات جاي معاك وماشي. الله يخرب بيتك. شياكة، حزازة، ساعة، حركات يمشي معاك وياكل. بقولك حاجة كمان، مذاكرة ونجاح يجي. قدر ما حصلش. حبيب قلبي نورت الشلة الغالي. أهلا وسهلا. قشطة يا خالي. إيه؟ إيه يا كابتن؟ إيه يا عمو؟ تعرفتوا على بعض ولا أصور لكم البطاقة وتاخدوها معاكم وأنتم مروحين؟ إيه يا عم شغل الإقسام اللي أنت عايش فيه ده؟ شغل الإقسام؟ يعني طبعًا تيجي منك أنت. ده يابا أخوك عماد. الصحافة، الصفرة والزرقة، كلام، رترات، فعل زيرو. أقول لك على حاجة عشان أريحني وأريحك، هو مش صاحبنا أوي. ما تسمعش الكلام ده منه. فرصة سعيدة ولا إيه؟ فرصة سعيدة. أهلا وسهلا، نايس تو ميت يو. اقرا بقى اللي جاي. مجهود، ماجد، يعني الشعراء، يعني الرومانسية، يعني اللف، الحب والموب والأسد والدب. لو حبها رومانسية يغرق لك الدنيا، لو حبها حزن يبكي القلوب. كوكتيل اغاني بس معبي شعبي. حبيب قلبي. حبيبي مجنون. تكشي بقى حبيبي. صباح الفل. ايه ده؟ مين الرقم ده؟ مين؟ اسطى. الو ياسمينة، انا مش مصدق نفسي. عايزاني؟ حاضر. امتى؟ حالا حالا لو عايزه. طيب انا جاي، انا جاي حالا. سلام. ده صاحبكم مشي. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ يا لهوي، صحيح يا جدعان، ده بيقول لك قعده الرجاله فعلا ب 100 ست. لا بيني وبينك، بس لو جت الست يهبق مننا الراجل. طب حاسب بقى عشان جت الست. هاي هاي هاي، اخباركم ايه؟ كله تمام. على فكره بيقولوا في نقطه حلوه قوي نازله. يا ماجي، ايه طلعت فيه؟ لوغاريتمات لوغاريتمات لوغاريتمات. في يا ماجي؟ حق عليا. خلاص خلاص، ما اتحلت. ازاي بقى؟ معانا لولو جامعه ملكيه الاي يو سي. وعهد الله.
لو في فيلم اجنبي ترجمه احنا واقفين. هاي لؤي ازيك؟ هاي. طبعا يعني زي ما انت واخد بالك يعني هتريحني كتير قوي قوي. من ايه؟ يعني زي ما انت شايف كده على طول بيغلسوا عليا. بس انت ايه اللي جابك من اليو سي على هنا؟ ظروف زي ما تقولي كده جالة عاد احتراف. طيب اوكي سي يو ليتر. كالكوليتر. انت قلت لي اسمك ايه؟ ميجي. هاي ميجي. باي باي. تلعب قوي. تعال نقعد. تعال يا ام. ماما عامله ايه دلوقتي؟ اكيد اتحسنت مش كده؟ هي عارفه ان انا ماليش غيرها في الدنيا دي. ماما تعيشي انت الباقي في حياتي. انت بتقولي ايه؟ انت بتقولي ايه؟ بتقولي ايه؟ ماما تروحي عليكي تعالى. ماما ما حاولش مع مين يا ماما؟ لا لا طب بصي بصي شايف الصوره ده؟ لا لا جود يس 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 العامي معلم سنك حبيبتي هو لسه الكلمه خلصت لما نشوف هتعمل ايه ماشي يلا مش هتصدقوا دي فاول دي يا ولاد مش هتصدقوا اخيرا اخيرا خدت ورقه الطلاق من بابا طلعتي ومبسوط قوي ما اتبسطتش ليه لاول مره في حياتي حاسه اني حره معقوله يا مامي طلعتي طب ليه ليه ده دادي كان بيحبك ليه دادي كان بيحبني دادي ما بيحبش غير نفسه بس ده لو كان بيحبنا بصحيح ما كانش ده بقى حالنا وانت بقى اللي بتحبينا قوي ها انت الام المثاليه اللي لمت ولادها حواليها وهبت لهم نفسها انت اللي قررت انك ما تعيشيش مع حد غيرنا صح فرحت قوي بالطلاق يا ماما فرحت عشان اتطلقتي ولا فرحانه بالجوازه الجديده انا فاهمك كويس يا ماما انا فاهمك كويس قوي كلها كام يوم وهتيجي تقولي لنا لؤي حبيبي شروات تاني انا هتجوز انكل فؤاد انا بعمل كل ده علشانكم صدقني يا ابني انا بعمل كل ده علشانكم يا ماما انت بتتكلمي يا ماما انت مش ام ابدا الام هي اللي تحافظ على مشاعر ولادها وبعدين يا جدعان في القرف اللي احنا فيه ده الهم بقى كتير يا جدعان كلها تعبانه ومش لاقيه اللي يداويها كل واحد عنده مشكلته اللي مكفياه وبعدين يا جدعان وبعدين اخرتها ايه يعني ابويا محبوس ومعيش فلوس كفالته مش عارف اخرجه طب ده ينفع ده ابويا انا ابويا اللي ما بياخدش اكراميه مش رشوه يعني يتحبس في قضيه وقضيه رشوه ومعهوش فلوس يخرج كمان بكفاله الله ينعل ابو الفلوس الله ينعل ابو الفلوس اللي بتخلي بني ادم رخيص عايز افهم ازاي الفلوس هي اللي بتتحكم فينا اللي بتخلينا بني ادمين او مش بني ادمين انا عايز افهم محد يفهمني مش لما نبقى نفهم احنا الاول انا ابويا جيت ليه لمصلحه مين ان ابويا يموت كل ده عشان حته كرسي في مجلس الشعب كل ده عشان الفلوس والسلطه والعزوه ايوه طبعا كل ده عشان الفلوس والسلطه والعزوه امال انت فاكر يا ابني
امال الدول اللي بتحارب بعضيها دي بتحارب بعضيها ليه؟ مش عشان فلوس والسلطه اللي تجيب الفلوس؟ امال انا اعمل ايه؟ انا رحت جبت حتة الحشيش وقلت يا واد امشيها بالحلال وقطع زي ما بتجيب زي ما بتطلع وامشي جنب الحيط. راحت حتة الحشيش وشكلي هتعلق على باب الحارة من المعلم. مش عارف اعمل ايه؟ هي الناس يا جدعان اللي بتحب الفلوس دي وبتجمعها عشقة الاصفار ولا حبة الفلوس جنب بعضها ولا مالها؟ ما يسيبولنا بقى. مش عارف اعمل ايه. ما احنا مش ينفع يا جماعه اللي احنا فيه ده. صح عليك. احنا لازم نجيب فلوس. معاك حق. لازم نجيب فلوس بأي طريقه. الفلوس هي اللي هتحل لنا كل مشاكلنا. احنا عارفين طبعا ان الفلوس هي اللي هتحل كل مشاكلنا، ايه الجديد يعني؟ المهم هنجيبها ازاي؟ نجيب الفلوس ازاي؟ نسرق يعني؟ الله، نسرق يعني؟ هنشوف حد من البهوات الكبار اللي مكنزين فلوسهم في البيت ونروح على الفلوس دي نستعيرها ونصرف بدل هو مش عارف يصرفها. نسرق؟ نبقى حرامية. ايه؟ ايه يا عم؟ انت هتحبسنا عليك يالا؟ بتحبسنا ولا ايه؟ ده احنا في بيتك. نبقى حرامية؟ حرامية ايه يا عم؟ قصدك نبقى بهوات؟ لا عنده حق. معاه حق فعلا. اهو الحرامية في الايام دي هم البهوات. هم كل حاجة. انتوا بتتكلموا جد ولا ايه؟ انتوا اتجننتوا؟ وليه لا؟ يعني ايه وليه لا؟ انا يمكن اوافق على العجله دي وما توافقش ليه يا جبل؟ هي خبطه واحده وكل حالنا هيتعدل. مالك؟ والله انا ما عنديش مانع. انا كل اللي خصني في الليله دي الكاشات كتاكيت. عايز اخرج ابويا من المحنه اللي هو فيها. بس لو حد شافنا هنروح في 60 داهيه. ما هو ده بقى الكلام. الغلطه في الموضوع ده بفوره. جرايه يا اخواني، انتوا خلاص بتخططوا لسرقه؟ خلاص بقى انا حراميه؟ ايه الحشاشه الفيستك دي؟ انت ايه رايك يا ماجد؟ انا عن نفسي موافقه. تمام، بس انت في حد في دماغك؟ بتفكر في حد معين يعني؟ مش بالظبط يعني. يعني في اصحاب ابويا، في منافسينه في الشغل كده يعني. الله عليك يا برنس العالم. خد تستاهل. ولع السيجاره بقى وابدا الاشاره. الله يخرب بيوتكم، هتودونا في داهيه. يعني انا اهرب من الجدل الاقي سرقه؟ استنى بس يا خالد اما نفهم. نفهم ايه؟ بيقول لك هنسرق، هنبقى نشالين، هنبقى حراميه. ما تقوم تقولها في الشباك احسن. يا عبيد يا عبيد، انا اعرف الناس بتقبض عليها وهي بتقسم مش وهي بتتفق. بقول لكم يا جماعه، ما تيجي نغير المكان ونتكلم في مكان تاني. اهو جه فين يا عم؟ فين يالا؟ الراجل صاحب العربيه واقف بس طالب 200 جنيه، 100 كوبون في الاول و100 لما نرجع الحاجه. ايه يا عم مالكوا؟ تبصوا لبعض ليه؟ كل واحد يقلب نفسه يقعد معاه. انا معيش غير 10 جنيه تاني. وانا عصفور. انا معايا 40 جنيه بس اهو، يلا. انا والله على غير ريق من صحيه ربنا، هات هات. انا معيش غير 30. هات. دول 80 جند؟ ماشي، ممكن اثبته بيهم. واجيب لكم العربيه الرماحه. رماحة انت تجيب لنا بغلة يا ابن الرماحة. هي العربية اسمها رماحة. يلا يا غالي رماحة. يلا يلا بس بسرعة بقى. طلع 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 طلع. هات الرماحة بسرعة. تعوج الواد اهو. ايه اللي جاي بيها؟ وسع 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 يا ابن الرماحة. يلا الكف رماحتي علينا نعمل بغلة ارحم منها. ودي كم دونكي باور دي؟ كم دونكي؟ ايه دون كبار دي يعني بتمشي؟ لا قصدك بترفض. خلاص يا اخوانا خلاص، اهي غساله و100 100. بقول لك ايه يا عم الخفيف انت وهو؟ ما اتذكرتوش ليه كده؟ رحت جبت عربياتكم. طب يلا يلا، لو قعدنا نرغي كده مش هنخلص. يلا يا عم نخلص. ايه يا عم العربيه دي تحبسنا من قبل ما ننزل. انت مش شايف ده صوتها هيلم علينا الناس اصلا من قبل السرقه. والله ماشي، وعهد الله رجعها. تيجي عندها زفه دلوقتي يا جماعه. خلاص يا عم انت خلاص. يلا يلا يا جماعه، يلا خلينا نخلص. ابص ايديكم. يلا 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 شكلها
الزرزرات دخلت معانا لسه ده الفيلا شكلها فيها تحف ياما يا عم. تحف ايه دي؟ شكلها حاجات رخيصه. بص عامله ازاي يا عم. احنا هنخسر ايه؟ هناخدهم نتمنهم ومين عارف يمكن قتلته. اهدى يا اهدى اهدى. انا اقتل اللي ما قتلتش اللي قتل ابوه. اكتر راجل ملوش اي ذنب. هو انت لو ما كنتش عملت كده يا خالد كنا اتمسكنا ومستقبلنا كان ضاع. انا مستقبلي ضاع يا دين. خلاص بقى يا خالد بقول لك اهدى. يعني اهدى. على فكره بقى الراجل ممكن ما يكونش مات. وكتاب الله لما جيت. ايوه. طب نعرف كيف؟ بكره هنعرف كل حاجه ان شاء الله. المهم انت تهدى دلوقتي بس عشان ما نروحش كلنا في داهيه. احنا هنروح فين دلوقتي يا طلعت؟ رايحين للسورس يا كبير. اللي هياخد الحاجه كلها شقله واحده. طب بالله عليك يا طلعت اوقف جنب اي تليفون عموما. ليه اشمعنى يعني؟ عايز اكلم الاسعاف يلحقوا الراجل اللي ساحب دمه ده. اسعاف؟ قفله يا عم. اه قول كده بقى. هو انت ما بتاكليش ليه يا زينه؟ كل بقولك ايه؟ فين الفلوس اللي قلتلك عليها يا ياسمين؟ معيش فلوس يا زكريا. انت هتستعبطي يا بنت؟ هتستعبطي؟ انت مش عارفه انا ممكن اعمل فيك ايه؟ لا عرفت خلاص، بس برضه معيش فلوس يا زكريا. انا هدخل اعرف اذا ما كانش معاكي فلوس يا زكريا ولا لا، فاهمه؟ ولا فكراني مش هعرف يا بنت؟ الشقه دي كلها زيك بالظبط. حافظ كل حاجه فيها. ولا نسيت ان انا جوزك؟ ايه؟ جوزي؟ كنت جوزي اللي بينا يا حبيبي ورقتين عرفي وقطعتهم. خلاص اسكت وكل واحد راح لحاله. بس انا روحت في ده يا ياسمين وانت روحت فوق. فوق وكله بمجهودي. مجهودك اللي انا فيه ده يا عينيا بعرقي وشقايا. انت يا حبيبي كنت مدير اعمالي. نسيت اقولك الفاشل، يا دوبك كتبتلي اغنيتين فاشلين زيك. ونسيتي حب يا ياسمين. حب ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ انت يا حبيبي راجل شمام. اللي اقول يا زكريا صحيح نسيت اسالك، هو الشمام يا اخويا بيحب بيحس؟ انت لو كنت راجل بصحيح يا شيخ ما كنت سبتك. ده انت حاجة تقرف. وانت لو كنت بني آدم صحيح كنت سبتك لحال سبيلك. لكن انت واطية واطية. وانت السبب في اللي انا فيه. وادخلي هات فلوس لو ولعت في الشعب اللي فيها. لا حاضر حاضر يا زكريا. حاضر هجيب لك الفلوس. حسبي الله ونعم الوكيل. فيك انت ربنا هيخلصني.
القرف اللي انا فيه ده. يلا يا راجل تكلم بجد؟ اه يا معلم الفيلا اتسرقت والله. اه امتى الكلام ده حصل؟ يعني من يومين كده. طب وسرقوا الفيلا كلها ولا ايه يعني؟ مش فاهم. سرقوا حاجات بسيطه بس غاليه والله. شت معلش يا شعلان ربنا يعوض عليك. مش فارقه يا معلم دي حاجات بسيطه وفارغه يعني دي ما كانتش ليها لازمه في البيت والله. اه والله ده حتى ما زعلناش عليها. طب تمام على كده بقى ما بلغتوش البوليس؟ ها لا يا عم حسنين الجنين اتصل وبلغ عشان ضربوه على دماغه. ضربوه على دماغه؟ ايوه. طب وحصل له ايه؟ عايش يا سيدي زي القرد عمال يكلمني في التليفون ومصدع دماغي. طب بقول لك ايه اقفل عشان يعني امي بتناديل هكلمك تاني. طب سلام إيه سلام إيه. سلام. والله عملوها في الجال. اصلي مجهودة. رد اخلص. الو انا ماجد عرفت اللي حصل؟ الله 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 والله ما هي ضارب الحكومة يا جدعان. ازيك يا سيادة الوكيل؟ الله يبارك فيك يا طلعت. الله يبارك فيك. ماشي. ألف مبروك يا بوب. ألف مبروك في اللي يعني أنا فرحان بال ألف مبروك يا بلد. الله يبارك فيك يا ميدل برضو. مبروك يا خالد. مبروك يا سيادة الوكيل باشا. مبروك يا سيادة جناب سعادة. الله يبارك فيك. مبروك. معلش بس هو عليه ديون. انت مش غريب بتاع المستشفى. الو ايوه يا باشا. ازيك يا فندم؟ ربنا يخليك لنا يا باشا. ان شاء الله اكون عند حسن ظن سعادتك. قوم يا باشا قوم. يا جدع اقعد. ماله صاحبك ده؟ ماله يا عم؟ ماله قلت لي كده؟ ما حدش بيعرف يعمل معاك كده يا عم. اعذره شويه يا عم. راجل لسه متعين جديد وتهاني وجو ومعمول له حفله وتلاقيه. لا على نفسه بس. يا ترى بقى بتناموا على مين؟ الواد ايهاب اتغير شويه. قصدي ايهاب بيتغير شويه. يا طلعت لو تبطل بس النفسانه اللي انت فيها دي. وعشان تبقى عارف ايهاب عمره ما هيتغير. عمره ما هيتغير. ما اتغيرش على فكره. احنا اللي اتغيرنا. هو زي العسل زي زمان زي الفل. بس انا بقى كمان خليني بقى على راحتي يابا. تهتم كلها ايه؟ لا ما صحش هنا. ما صحش هنا. ما صحش ايه يا عم؟ سيبه يا عم سيبه. روح لي يا اخي. قال بقى. لما كنت سبتني انا ولعته يا اخي. كيف بقى؟ يا عم انت كمان انت بتتكلم. ايه اللي انت بتعمله ده؟ عيب كده ارمي اللي في ايدك دي. يا عم ما بكاش قوي. انا لؤي محسن. الزملاء اصروا ان انا اكون موجود مش عارف ليه. على العموم عادي يعني شغال. صباح الفل. صباح الفل يا طلعة. اوضتي مستنيك تحت. يلا انا معاك. ان شاء الله نجي لك المره الجايه وانت قاضي قد الدنيا وندخل عليك بلقمه القاضي. ولا خد يا استنى يا يا ابني. الف مبروك يا وينش. رايح فين؟ احنا لسه ما لحقناش نقعد مع بعض. لسه بدري. ما هو لا يعني ممكن بس اروح معاك بس عشان الوقت متاخر. بس تروح اقدر اروح. بصي انا هنزل الشطف كده انا مستنيك على العصريه. تعالي بس تعالي. باي باي. هكلمك. باي باي. ايه يا دودو؟ كنت عايزانا في حاجه. ايه هي؟ بص يا عم النجم احنا عايزين نسرق تاني. الله عليك يا دودو. ايه يا بنت الدماغ دي؟ اهم من ان احنا نسرق تاني نسرق الناس اللي يستاهلوا السرقه. الناس اللي واكلينها ولعه. ومين بقى يا ريس اللي يستاهلوا السرقه؟ انا اقول لك يا سيدي. ها؟ نسرق فيلتنا. فيلتكم؟ قصدي اللي كانت فيلتنا ما تدقش. هو بيني وبينك يا لولو هو انتم الناس اللي تستاهل السرقه على حق. بس مش ابن البنك خاف منكم وتلاقي عليه احراس او عوق؟ هو ممكن يكون بحى لحد. على العموم انا هعرف الكلام ده لما اروح لقفان البوابه والطقس. عارف يا لول ده اقتراح هايل. قولي ليه؟ ليه؟
عشان انت هتقول لنا على تفاصيل الفيلا حته حته، صح كده؟ صح طبعا. وهيقول لنا برضو في حد جوه، مفيش حد، في حراسه، ننط امتى، العوق ده. طب وهنعرفها ازاي دي؟ الشنط تمام. يلا سمي كده وافتح لنا الشنطه الاولانيه دي. يلا يلا يا اخوانين يا عمر، مش هتستنوا لؤي ولا ايه؟ لؤي قاعد جنب بقيه الحاجه تحت، ما تقلقش انت. ايش يا شيخ؟ افتح يا عم طلعه. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تقلقوش. حبيب قلبي اموت في الكوبون يا اما. يا جدعان فلوسي كلها ايه ده؟ احنا باين علينا لعبة معانا يا عيال. بس دي تخوف، كنت راح يخوف قوي. تخوف ايه؟ احنا فتحنا شنطة الرعب. الشنطة دي هتخلي الحكومة تدور علينا بايديها واسنانها. لا بس هم يعرفوا يلاقونا. ده لو وقفوا على شعر رجليهم. طبعا يا برنس. هدي الشنطة دي اعمل مكان ليها هناك لحد ما نوزع بقية الحاجة ونبقى نرجع. ايه الجديد؟ كله تمام يا سعادة الباشا. أنا جاي لسعادتك دلوقتي بس علشان عايز أزود شوية الكمية اللي باخدها من سيادتك. ليه تاني؟ يا باشا الشغل ماشي زي الفل ما شاء الله. الله ما يحسد المال اللي أصحابه يا باشا. الواد طلع طالب كمية زيادة. الشغل ماشي تمام. والغريب يا باشا إن البضاعة اللي بياخدها بيدفع فلوسها تمام. وإيه تاني؟ الواد ده سعادة الباشا الظاهر كده إنه بقى يلعبها صح. فتح سوق لنفسه في الجامعة في وسط التلامذة، ما هو في وسطيهم بقى ليل نهار. الواد ده عايزك تاخد بالك منه. ما يطلب بضاعة اديله واديله بزيادة كمان طالما بيدفع. أوامرك يا كبير. مش كده وبس، أنا عايزك برضو تاخده تحت جناحك. أكتر من كده يا باشا، الواد ده طماع. أنت عارف سيادتك بيكلمني في إيه من دول؟ قال عايز يخطب أختي زينة ويتجوزها. ينفع كده يا باشا؟ اتجوزها له. بقول لكم يا جدعان، أنا عندي حل للموضوع ده وحل سهل جدا. هو الواد ده مش مدمن؟ بودرة وهيروين يعني. الواد ده لازم يروح مصحة. يا سلام، ما انا حاولت معاها 100,000 مرة ومرضيش. اسمعي بس، هنوديه مصحة كده نص لبة وهوصلك عليه. انا ده بياخدوا الجدع من دول ياخدوه بقى يحبسوه بين القضبان ويأكلوه ويشربوه ويزنجفوه لحد ما ينسى ام البودرة دي. وانا أكد لك انه هينساك انت اصلا قبل البودره، يا اما بقى يموت ويتكل على الله. طب ويا ترى المكان ده فين؟ حته مقطوعه في حلوان. ايوه يعني افرض حاول مثلا يصرخ يهرب. يصرخ مين يا عم لؤي ولا يهرب مين؟ دي حته مقطوعه. وبعدين صحيح انت مش معاكي عقد الجواز ده، انت ممكن تروحي بيه المصحه دي تمضي عليه بس، والناس دي اللي بيروح يمدي هو اللي لازم يروح يخرجه. ايوه بس انا وزكريا كنا متجوزين بعد عرفي. ما تقلقيش، الناس دي بيهمها الحاله بس، وبعدين كله هيخلص بالفلوس. هما بياخدوا فلوس كتير؟ بالنسبه لك انت يا عسل مش هتبقى كتير. احنا مش جايين نعمل عليكي مصلحه، احنا كل اللي يهمنا ان احنا نخلص منه. بس ده هيبقى حل نهائي؟ يعني هنضمن انه مش هيهرب، مش هيرش الناس وينط من على السور؟ يا عم خالد، يا عم خالد، الناس اللي محبوسه هناك دي عيال، الناس اهاليهم رمتهم، زهقت منهم خلاص. وبعدين دول قاعدين مع ناس اللي هم ماسكين المصحه يعني مدمنين زيهم، لا ده ينفع يدور ولا ده ينفع يلف. ما تقلقوش يا جدعان. هي يا جماعه فكره حلوه فعلا، بس انا حاسه انها تخوف قوي. تخافيش بقى،
انا قلت لك طول ما انا جنبك ما تخافيش. يا جماعه المهم دلوقتي احنا هنودي الواد ده المكان ده ازاي؟ انا اقول لك احنا نجيب القفص ده هنا ونجيب جزازه بيره وبرشامتين منوم ونطحنهم ونحط برشامتين المنوم جوه جزازه البيره يشرب جزازه البيره يدلك ناخده نوديه المكان ده. كلمي بقى زكريا خليها نخلص من الليله دي. طيب طالما اتفقنا وكله تمام اروح انا بقى اظبط المصحه دي واستقل لكم الدنيا هناك. قشطه عسل سلام. وانا هجوم اجيب المنوم. وانا اكيد لازم اجي معاكم عشان اتاخر بنفسي. لا مش لازم انت توديه بنفسك يا راجل. ما ينفعش انا لسه معايا ورقه الجواز العرفي ولازم امضي على دخوله. ادي واحده وادي الثانيه. ايه ده انت مش كتير؟ دي مش بتعزيه؟ قوي. لا لا حط. مش هيحصل له حاجه؟ لا لا خالص. الله يرحمك يا زكريا. ما توترونيش بجد. كده هينام نوم التنين. اوه زكريا ازيك؟ عامل ايه؟ مش عوايدك يعني تتصل بيا وتقولي لي تعالى؟ انت حتى مش طايقاني. ليه بتقول كده؟ احنا مش اهل. اتفضل. مين دول؟ دول اصحابي عاملين حفلة كده صغيرة قلت اعزمك عشان نرجع ايام زمان ونرجع اصحاب. غلط يعني. مش مستريح لك يا ياسمين. خش. دقي. هاي. خالد. زكريا. انشنطة. طول عمرك حرباية يا ياسمين. ياسمين. طيب يلا امسك ده كيسي اصلا. امسك كيس بتاعك. مش عارف داخل تاخد كيسي برضه. دقي تشرب كيس؟ ماشي اوكي. معايا جزازة كبيرة. ما تشغليها مزيكا خير. عينيا. ده انا هيصحى. نور يا زكريا. صحتك طيب. انت مين؟ انا ماجد. ماجد مين؟ ماجد عبد العليم. شاعر. ماجد وشاعر؟ زبون جديد يعني. عارف بتفكرني بنفسي من 10 سنين. كنت عايل ورور زيك كده طول بعرض. اتعرفت على ياسمين احلى ست في الدنيا وادي اخرتها. زي ما انت شايف. يا حاسس دماغي طيرت. ايه ده انت حطالي منوم؟ حطالي منوم؟ عاملين عليا كمين؟ عايزه مني اكتر من اللي عملتيه فيا؟ عايزه تموتيني؟ لا انا اللي هموتها. قتلت ليه خالد؟ ليه؟ النار دي شغاله. ما ماتش ما تخافش. لا يا راجل لا انا ما اتفقتش معاكم على كده. لا يا جماعه مفيش. ايه دي مفيش حاجه. لؤي الناس اللي طلعت شوفوا فين؟ شوفوا. ايه دي بقى؟ هلو. ايوه طلعت. انت فين؟ تعال كده. تعال. اهو معفر اهو. اهو. شهد. يخرب بيت ابو المخطره اهو.
كده ياسمين بتبعيني يا ياسمين. يا عم مش عارف ظبط. ماشي ياسمين ماشي. خلاص اهدي بقى اهدي اهدي خلاص اهدي اهدي مفيش حاجه اهدي. انا هجيب لك الفلوس. هتيجي معايا؟ انت قلتي انك جايه. لا لازم. انت قلتي انك عايزه تتاكدي. يلا يلا خشي هاتي الورقه والفلوس وتعالي. ها ما تنسيش الورقه. ايه رايكم شقه سوبر لوكس، تكييف وتليفون وتلفزيون ودش كامله من المجاميع؟ الله حلو. طب وايه السلم ده يا عمهم؟ السلم ده بيطلع على الشقه اللي فوق بس عليها باب حديد، والشقه اللي فوق على فكره فاضيه، يعني لو اي حد فيكم عايزها انا تحت الامر. والشقه دي فيها كام تواليت؟ كام تواليت؟ مالك يا ابني هتحتاج اكتر من واحد نعمل بيهم ايه يا ابني؟ انا كنت قاعد في فيلا فيها 5 تواليت. تلاقيهم كانوا بيعملوها في كباني واحد. كلام بيئه بقى مش عايز، بدل ما اعملها معاك والله. بس بقى عايزين نعرف احنا جايين نعمل ايه؟ ريح نفسك، الشقه دي فيها حمامين. كويس. رضا وعهد الله 100 100، ولو واحد حلو برضه. الشقه عجبانه يا عم يسري، وعايزين دلوقتي نقعد نمضي العجول. بس انا عايزك يعني تبقى حنين معانا شويه. عناية عناية للشباب. بقول لك يا مستر يسري. ايوه. واحنا طالعين يعني ما لقيناش بواب، هي العماره دي ما فيهاش بواب ولا ايه؟ لا 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 فيها، بس تلاقيه راح بس يجيب كده شويه حاجات للسكان. خد بالك احنا طلب. ما انا عارف. وجايين الشقه دي عشان نذاكر برواق. يعني ساعات بنروح نجيب مذكرات، ناس بتجيلنا، بنروح لناس، فهمني انت؟ طب بقول لك ايه يا عم يسري؟ انت راجل شكلك فهيم كده وشواف. بص يا برنس، احنا عندنا اخوات بنات زي اي حد. اكيد الناس دي هتيجي. حاجات طالعة، هما بيدونا حاجات، احنا برضه بنحتاج ناخد منهم حاجات، المهم مش عايزين أي عوائق في الطلعة والناس ده من البواب. ريح نفسك، عم حسنين راجل كبير، أول ما بيخش الليل عليه بيدخل أوضته وينام، والصبح بيتمشوا في طلبات السكان، وبعد كده يا سيدي بيظبطوه أنتوا يعني. ماشي. لا مؤاخذة بقى بهوات، أنا باخد شهر مقدم وشهر تأمين. ما تقلقش من الموضوع ده، خدوا التبس ده من عندي، يلا. ظبط نفسك. كل حاجه موجوده تمام. طب بتقول لك خرب يا سيدي؟ عقبال ما اشترينا لهم البدل دي، اول مره يلبسوا بدل في حياتهم. اهدي 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 اهدي. بص يا دي بينك عليا النعمه، مضرب البدله السمن المقلم بيش الا العسل العسل وجميل الجمال. الف مبروك يا برنس، ده انت اول واحد فينا يتاهل يا باذن الله تطلع الدور الثمانيه. مبروك يا حبيبي. امال النجمه فين؟ انت مالك يا عم اللي فين؟ يا اخي معجب معجب بمين ده؟ انا هتجوزها. انت مجنون يا عم ولا ايه؟ جبت الورقتين يا سيدي؟ الورقتين معايا اهو، والشهود قدامك اهو. انا الشاهد الاول، والله العظيم هقول الحاج. يا ده انت شاهد ما شافش حاجه. انا الشاهد الاول والاخير يا برنس. هاي وانا بقى اجيب العروسه. يلا يا فندم. اوبا اللهم صل على النبي. يا سلام يا سلام يا سلام، ده ايه الشغل ده؟ يا رب يا احمد. بس يا جماعه مبروك علينا كلنا. يا عم سيد يا عم يا رب سيد مبروك. يا عم وقف هنا يا رب فوق مطار. تن 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 يا عروسه. يا عيسى. طب يا جماعه جبتوا الورقتين؟ يا سيدي ام الورقتين معايا، انت ايه اللي قالك اهو؟ طب انجزوا انجزوا بقى انجزوا. يلا يا سيدي بالرفاء والبنين ان شاء الله. بطايقكم. ما ينفعش كارنيه التامين الصحي؟ ما ينفعش. بطايقه مش هتعجبك. صوره مين دي؟ سلامي ما كنتش فاضي فبعت ابن عمي يتصور مكاني. والله حلو. ماشي يا عريس. لا عليا النعمه.
ما تاخد البطاقة إلا لما نعرف سهرانين فين النهاردة وصبح. أيوة وضرب نار لصلاح الباشا. أيوة ماجد هو اللي هيختار النهاردة. العب قوي يا روح قلبي زي ما خططت. أخوك حامش برضه عيب عليا. مالك يا ابني؟ الحلقة دي بتحبك قوي يا ماجد. طيب عايزين قلم؟ طبعا. ثانك يو. ايه؟ بطاقتك قصدي بطاقتك. انا بعتذر يا حبيبي. ان شاء الله زواجة موفقة باذن الله. امضيتك؟ لا انا ما امضيش غير في وجود المحامي بتاعي. اي جنبك يا انت يا عم امضي انجز انجز ماشي حس بيا هوبا تحت ايوه هنا اكتب رقم التليفون. مبروك يا عريس يا عروس بارك فيك يا شيخ. هل تقبلين هذا الشخص بعلا لك لو مش عاجبك انا موجود؟ يو يا عم ابنته بقى لا 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 امشي انا بهزر يا عم شاي وبتاع سؤال متاخر قوي. ايوه 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 مبروك يا عروس. الله تعالى تعالى بقى هو ده مبروك يا عروس دمرت نفسك طقطق دمرتك اتفضل يا سيدي. مبروك يا عروس. امضي انا حضرتك؟ امضي. اتفضل. الف مبروك يا جماعه. شكرا. الرفاه والبنين باذن الله. الله يخليك. الف مبروك يا عروسه. مبروك يا فؤاد. لا فؤاد ايه بقى ده انا عريس. مبروك يا عريس. بارك لي في عمرك. ويخليك ليا وما يحرمنيش منك ابدا. الف مبروك يا مامي. عقبالك يا روحي. الف مبروك يا انجل. مبروك يا روحي. لا لا لسه بدري قوي ولا ايه يا مامي؟ لسه بدري مين؟ ده انت هتتخطف خطف. مبروك مبروك يا عريس. مبروك يا فؤاد بيه. مبروك يا عمي. على الطلاق انت عمي. عارف ليه؟ عشان انت قدرت توصل للي انت عايزه. ولد احترم نفسك. سوري يا مامي. سوري. I am so sorry. مبروك يا عروسة. ولد انت اتجننت. انت اتجننت رسمي. نسيت اعرفك. مين دي؟ سوسو. مراتي. مضيفة. أكبر كباريه في شارع الهرم. لا 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 أنت مجنون. مش ممكن مش ممكن طبعا يا ابني. يوه مش عاجبكي ولا إيه؟ خراسي أنت خراسي. إيه اللي بتعمله ده؟ إيه اللي بتعمله ده؟ هي حرة تقولي اللي هي عايزاه. أنت مش حرة وبتعملي اللي أنت عايزاه وتتجوزي اللي أنت عايزاه. أنا كمان حر وأعمل اللي أنا عايزه وأتجوز اللي أنا عايزه. وانا اخترت دي سوسو. خلاص خلصت اللي عندك ولا لسه في كلام تاني عايز تقوله يا عريس؟ عايز تطردني ولا ايه؟ لو ما اتكلمتش بقى ده هطردك يا راجل. عيب عليك. ده انا جاي ابارك وهني. ده النهارده فرح امي يا جدعان. اعزائي الحضور ونجمة مسرح المنوعات سوسو مراتي. عن إذنك يا حمادي. نكمل رقصتنا في البيت عندنا ولا اقول لك تعالي نكملها في الكباريه اللي انت بتشتغلي فيه؟ انا مش زعلان اني مفلس.
ان الفلوس ما تفرقش معايا واصل. على الاقل صرفت فلوسي في حاجه مفيده، صرفت على الايتام والفجره، مش صرفت فلوسي على واحده ملهاش لازمه ما تسواش شيلن. ولا بقول لك ايه، من نفسي انا مش طايق نفسي، ما تخليش هايس عليك. انت ليك عين تتكلم يا بتاع سوس؟ انت هتمد ايدك على مين يا ده؟ انت لم لسانك يا انت، والله العظيم اضربك. انت بتصغر عليا ولا ايه؟ ولا مد ايدك عليك ولا في ايه؟ في ايه؟ انتوا كلمتوا ولا ايه؟ ما تفوقوا، حسوا بيا، حسوا بالمصيبه اللي انا فيها. انا عشان ارضي ياسمين اتنصب عليا، اتعمل عليا نمره، بقيت مفلس. مش دي مصيبه؟ مش اخوكوا كده في مصيبه ولا ايه؟ ايه يا جماعه؟ احنا هنقعد نندف في حظنا ولا ايه؟ ما بس انت وهو. طب دبرونا نعمل ايه؟ ايه؟ في ايه يا عم انت وهي؟ صوتكوا جاي اخر الدنيا. تعال تعال يا حبيبي عشان يكمل العدد، الفاشلون في كل شيء. يلا اتفضلوا عشان نقعد ونفكر هنعمل ايه. يلا 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 تعالى بقى، تعالى اهدى. في ايه؟ مش قاعد جنبه يا اخي. يا عم عشان خاطر اقعد جنبه بقى، انتوا اخوات عيب كده. بقول لك تقعد يبقى تقعد، ولا اجيب لك سوسه بقول لك تقعد تاني انت؟ يا واد بهزر معاك يا ولد. حقك عليا، دماغك ايه؟ خلاص يا عم مش زعلان، ما هي قله الفلوس تعمل اكتر من كده. يا جماعه يا جماعه، انا ما تعودتش استسلم بسهوله. ليه؟ تاني يتنصب عليا تاني يا جدعان؟ انا ابتديت اشك ان مشروع التخرج بتاعي نصاب هو اللي يجي على طلعت. ليه بس كده؟ ليه يتنصب عليا تاني؟ ماجد ماجد وحياة امك، في حاجه على وشي بتقول ان انا هفق قوي كده؟ فهموني. بقول لكم يا جماعه. ايه؟ مش احنا كلنا محتاجين فلوس؟ اه طبعا. يعني طبعا احنا هنطبع فلوس. ادي اخره الافلام الاجنبي اللي حضرتك بتتفرج عليها. بصوا يا شباب، احنا اختيارنا هو البنك المركزي. اوه، ستاتي العربيه الفان السوداء اللي متفيمه طبعا. بعد خمسايه كبيره جدا هنركن قدام البنك، هننزل كلنا، هنخش جوه عادي، ناخد المطبعه ونطلع بيها، نرميها في العربيه ورا ونتكل على الله. نطبع بقى، نطبع نطبع، ويبقى حوالينا حريم ونعيش حياتنا. فاهم انت القصه دي؟ الله، عيش معايا الخيال بقى. الله يا ابني، اعتقد الفيلم ده كان فيه بوس كتير قوي. ايوه، والاوراق ما كانش مترجم. ايوه. ما تبص يا خفيف انت وهو. الله، على فكره اللي بيقوله لؤي مش صعب انه يتحقق. يا جماعه انا مش بهزر، انا بتكلم بجد وبجد جدا كمان. اللي انا بفكر فيه ده لو ظبط هنعدي، وهنعدي قوي كمان. مش كل حاجه تفكر فيها لازم نقتنع بيها، مش كده ولا ايه؟ انا شايف ان احنا عصابه صغيره، مالناش في الشمال، نسرق شقه، نقلب فيلا بتاعت ناس اغنيه، لكن نطبع نزور؟ لا، كده احنا داخلين شمال مع امن الدوله، بقينا شمال رسمي. بص يا رجاله، لو عايزين نعمل العملية دي لازم نتعلم من غلطنا. السرقة اللي فاتت كل الجرايد كتبت عنينا. بس ما حدش قدر يوصل لنا. أيوه، بس ده بسبب إن إحنا كنا عاملين حاجة قدها ومخططين صح. ودي كمان تتلعب صح. بصوا بقى يا جدعان، أهم حاجة نفهم إحنا عايزين إيه وحواراتنا دي ليه. إحنا عايزين فلوس، صح؟ عايزين فلوس. يبقى مش مهم هنجيبها إزاي، نسرقها، ننصب، نطبعها، ان شاء الله حتى لو هنشفها. يا جدعان ده نصب، والنصب سهل قوي. من الاخر كده، حكايه التزوير دي احنا عايزين نجربها، بس احنا محتاجين برينتر وكمبيوتر وسكانر. يعني انتوا ناويين بقى؟ ممكن، على فكره ممكن. يا جماعه انا عايز افهم، احنا دلوقتي لو جبنا الكمبيوتر ده والسونار الالوان، نعرف نسكانر. لو جبنا السكانر ده والكمبيوتر هنطبع الفلوس؟ في ايه يا جدعان؟ هو الكلام على سايبر ولا ايه؟ بص يا شقيق، احنا يمين مع بعض وشمال مع بعض، انا مش هبيعكم. الكمبيوتر عندي في البيت، اروح اجيبه لكم وبالمره اطمن على ابويا وامي. وانا يا سيدي عليا البرينتر والسكانر. تمام، خلاص من دلوقتي اقفلوا موبايلاتكم وحطوا الشرايح الجديدة، ومن اللحظة اللي احنا فيها دي
احنا اوت اوف اريا. دور علي. تليفوني بيرن. ياسمينة. طب بقول لكم ايه؟ ينفع نأجل الحوار ده لبكرة؟ معلش اصل لازم اروح اقابلها. قدر ما حصلش. كل دي فلوس مضروبة؟ والله يا مستر سيتو هاي الفلوس دي اللي لقيتها في النقطة. ومين اللي نقب بيهم؟ الراجل الخليجي اللي كان قاعد ورا. وجاب الفلوس دي منين؟ أنا شاكك يا باشا في العيال اللي جت مع ياسمينة، لأنهم كانوا هنا برابطة المعلم، وهم اللي ادوني الفلوس دي. والعيال دي مش تمت. اتسرسبوا ورا بعض يا باشا. وخدت منهم الفلوس ليه؟ يا باشا الفكة اللي عندنا خلصت، والنهارده بسم الله ما شاء الله الصالة كانت من الأعلاها، وياسمينة كانت من شعلناها، أول ما عرضوا عليها الفلوس خدتها منهم على طول. ما بصيتش ليه في الفلوس يا حمار قبل ما تاخدهم؟ يا باشا الفلوس كأنها لسه جاية من البنك يا باشا، ما شكتش فيهم. أنت متأكد؟ أيوه يا باشا متأكد. لقيتهم سودا هما واللي خلفوهم. عنتر! أيوه جاي. إيه أنت نبت على الجرس ولا إيه؟ صلوا على النبي. طول النفس. انت لوحدك هنا يا اه؟ انت مالك لوحدي؟ انا مش لوحدي. ما بلاش الموضوع ده. فين الفلوس يا اه؟ فلوس ايه؟ الفلوس اللي مخبيها على حمك. اه. انتوا عارفين اللي انتوا بتعملوا ده اسمه ايه؟ عارفين يعني ايه تقتحموا بيت وتتعدوا على صاحبه؟ بقول لك ايه، خليك معايا هنا ولو طول خلاص عليك. اه يا ريس. بتستكردوني انا، بتغيروا فلوس مزوره في محلي انا، انا اللي طلع عن امي ومسحت بلاط كباريهات مصر كلها لحد ما بقيت صاحب كباريه. يجي شويه عيال فرافير زيكم يضحكوا عليا انا. اولا احنا مش فرافير، ثانيا احنا مش حاجه تضرب وقتلك ورحمه اويلا نقدمك على الكف. خالد خالد اسكت اسكت. خلاص يا اسطوحي، ما حصلتش حاجه لكل ده، فلوسك عندك هي ونهي الكلام على كده. خلاص يا غالي، احنا المره دي نمشيها فرنجي بقى، يعني خد اللي انت عايزه، اللي يخصك من الفلوس دي خده وعادي بقى، لانه ما حصلش وما يتكررش. ايه ده؟ يلا يلا. الراجل ده امير ولا ايه؟ يا ابني امشي بقى، ما تفضحناش. يا جدع بص الحديقه قد ايه؟ قد شريحنا. اهدى يا طلعه. نهار ابيض. الباشا هناك اهو. صباح الانوار يا سعاده الباشا. صباح الجمال يا باشا. اتفضل يا باشا. ازيك يا محسوبك طلعت يا باشا. اللي طلعت روحه وعهد الله عشان يشتغل تحت ايدك الطاهره دي. ايه الاخبار؟ جيب البضاعه يا باشا والفلوس كمان. انت عارف يا باشا الواد حشاد كان هيعمل معانا الناقصه، بس انا ما رضيتش اقلب عليه الترابيزه يا باشا لاني ما خدتش تعليمات من سيادتك. سيبك من حشاد ده، مش هتشوفه تاني. وده هيحصل ازاي يا باشا ولا مؤاخذه؟ زي ما بقول لك كده، خدوا شنطه الفلوس دي وقسموها عليكم انتوا الاثنين. الفلوس كلها يا باشا؟ ده حقكم في العملية. بس ده كتير قوي يا باشا. ده مش كتير ولا حاجة. أنا قررت كمان أزود لكم البضاعة. الله 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 عليك يا باشا يا كبير. عليا النعمة، باشا وابن باشا. هتشوف يا باشا هنرفع راسك ازاي. استنى شوية طلعت. بس بص، الكمية اللي احنا بناخدها على قد المنطقة اللي احنا بنشتغل فيها. عشان كده بنسلم ونستلم في نفس الميعاد. دلوقتي لو خدنا كمية زيادة هتتركن وده مش كويس. انتوا هتسيبوا المنطقة اللي كنتوا بتشتغلوا فيها وانا احط اي حد من رجالتنا؟ يا باشا نسيب المنطقة بتاعتنا؟ طب نروح فين يعني؟ بكرة في واحد هيكلمك من طرفي، هيقول لك ان في بيت للبيع، هتروح وهتشتريه وهتدفع كل اللي يقول لك عليه وهتمضي معاه العقد وتنقله فيه على طول. الله، ازاي يا باشا؟ هنسيب بيوتنا اللي اتربينا فيها؟ لو كنتوا اتربيتوا اساسا هتسيبوا كل حاجة. أوامرك يا سعادة الباشا، تحت أمرك. تمام. بالإذن يا باشا بقى. يلا طلع. بعد إذنك أبص. ماشي يا باشا. سلام يا باشا، سلام.
كده بقى يبقى خلصت كل التحريات بتاعت شقة سطوحي. وجي وقت رد القلب يا طلعت. بس المرة دي مش عايزين نشيل حاجات تقيلة لأن أنا مش هنقدر ننزل بيها. متقلقوش. حل بسيط. إحنا داخلين ندور على الفلوس وعلى الدهب. يا جدعان راجل زي ده أكيد في بيته فيه فلوس وده. برافو عليك يا طلعت. طب بصوا بقى يا جماعة هنعمل إيه؟ احنا هناخد على قد الشنط اللي معانا بس وننزل. حلو قوي اصيل. وماجد قال لنا ان كل يوم خميس مراته وعياله بينزلوا بالليل يروحوا النادي يبقى الشقه اكيد فاضيه. تمام بس هيفضل مشكله واحده. ايه؟ سكيورتي. سكيورتك يا ابني الامن بتاع العماره. لا ما تقلقش مأمن نفسي. بالنسبه للبواب هنخش عليه بالحنجل والمنجل. وانا برضو عرفت لكم كل سكان العمارة أسمائهم إيه. بس إحنا مش عاوزين البواب يعرف أشكالنا خالص. ده ممكن يروح يوصفها لسطوحي والبوليس وتبقى مصيبة. تلاقيش يا دودو مظبط لك حاجات مش هيخلي بني آدم يعرفها. الله عليك قصاب حرامي. إيه يا ابن العسل ده؟ وعهد الله لو عندي أخت لأجوزها لك. المهم اسمعوني كده الدنيا بقت تمام قوي. تعشت ظبطنا كل حاجه. اعملوا حسابكم يوم الخميس الجاي الطلعة. عايزين مين؟ احنا غاز طبيعي. حضرتك في شكوى من العماره يعني ان في ريحه كده غريبه مش كده يا جعفر؟ ريحه عامله ازاي؟ ايوه سيادتك في ريحه معفنه انتوا بتشموها بقالكم يومين. فاحنا جايين نخلصكم من الريحه دي تمام. ايوه يعني شبه دي كده حضرتك. شمي شمي كده شمي. ايوه شمي في ريحه دي أكيد في ريحة. شمي كده شمي بقى شمي بقى شمي. أصل برافو عليك يا داخل. برافو عليك زي ما قلت لك بالظبط. أمال إيه ده اللي لابد له تحت العمارة بقالي يومين. بالراحة بالراحة عايزاكم تنجزوا بسرعة. ها وخلوا بالكم البواب شافنا. ها هو إيه يعني ما يشوفنا هيجيب أوصفنا منين؟ يلا يا جدعان إحنا نسامر طلع تحت مستنيين لوحده. يلا يلا. طب يلا بقولوا يا جماعه خفافي خفافي. ماشي ماشي. بقول لك ايه؟ ايه؟ قلت يعني البواب عمل ايه وانت داخله؟ ما تقلقش ما تقلقش انا قلت له ان انا جايه من الصيدليه وهدي حقنه وكده ما تشغلش بالك. يلا بس جدع ايه؟ لقيتوا حاجه؟ كله قلش يا ابني كله قلش. مش مهم مش مهم. الخدمه كلها في الشنطتين دول. فلوس وذهب واوعى. قشطه يلا بينا بقى بسرعه. يلا 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 خلينا نعمل رجال. ماشي يا صاحبي الكلب. عشان تعرف كيف تضرب راجل صعيدي بالقلم يا عرة الرجاله. استنى يا يلا يلا بينا. بس يا ستي بس. السلام عليكم. وعليكم السلام. في ايه؟ مالك؟ مدي وش كده ليه؟ الموضوع شكله كبير. في ايه يا مالك؟ ايه اللي مضايقك؟ ياسمينة عندها مشكلة كده ومش عارف أعمل إيه. مشكلة إيه؟ سطوحي مش عايز يفسخ العقد وخايف يعني لما ما تروحش الكباريه يعمل مشكلة. طب وأنت إيه علاقتك بالموضوع ده؟ دي مراتي في كنفي. يعني مشاكلها مشاكلي. يا دي سطوحي اللي مش هنخلص منه ابدا. طب وناوي على ايه يا سرومي؟ مش عارف. انا قلت اجي لكم بقى نشوف هنعمل ايه. يعني انت بتفكر في ايه؟ يعني انا مش فاهم. عايزنا نسرق العقد؟ والله لو ما لقيناش حل غير كده نسرقه طبعا. هتسيبوني؟ مش ممكن. يا ابني تبقى ثالث مره نسرق فيها سطوحي. انت مجنون؟ تشكر. تشكر يا خالي. الحق اسطوحي بيه ده الطريق مقفول. ايه ده ايه ده ايه ده؟ هو في ايه؟ ايه اللي بيحصل ده؟ اللي انتوا عايزينه كله خدوه.
ما هوريكم هعمل ايه. ضربوني وسرقوني يا باشا. سرقه في الاكراه على الركنه عيني عينه. ليه يا باشا؟ مفيش بوليس يحمينا؟ مفيش حكومه تاخد لنا حقنا؟ اسكت شويه واحكي لي مين اللي عمل معاك كده. معرفش يا باشا. اشكالهم ايه العيال دي؟ عيال نفس اقنعه كلها يا باشا. ما شفتش حد. اقنعه؟ دول كانوا ناويين اسطوحي واحتمال كبير تعرفه. دول كانوا يقتلوني يا باشا. وفي الاخر واحد خد رصاصه وحطها لي في جيبه يا باشا. رصاصه؟ دي رساله اسطوحي. وهي نفس الرصاصه اللي انا لقيتها في البيت. يعني العيال هم بتشك في حد اسطوحي؟ اه يا باشا بشك. بس شك بس يا باشا. ما عنديش اي اثبات. بس متهيالي يا باشا هم دول عيال. طب اهدى كده وركز واحكي لي بتشك في مين وليه؟ شغال هنا؟ انت مين؟ شريف توفيق ضابط مباحث. اه يا باشا اتفضل يا فندم. انت اسمك ايه؟ رأفت يا باشا. اقدر رأفت عايزك. اتفضل يا باشا. كلمتين ورد عطاء يا رأفت. سطوحي صاحب الكباريه ده ملوش اعداء او ناس يعني في بينه وبينهم مشاكل؟ لا يا باشا الكذب خيبه. عايز تقول لي يعني ان صاحب كباريه زي ده ما احتكش قبل كده بعيال صيع جم سهروا عندكم وسكروا قاموا هيسوا على الزباين وعملوا مشكلة مع سطوحي؟ لا طبعا حصل يا باشا. واخر مرة حصل الكلام ده مع مين؟ مع شوية شباب كانوا تقريبا بيجوا هنا كل يوم. بس من ساعة ما حصلت بينهم وبين مستر سطوحي مشكلة بطلوا يجوا هنا خالص. مين العيال دي يا رأفت؟ العيال دي يا باشا كانت بتضرب فلوس. بس أول ما سطوحي بيه كشفهم طردهم على طول من هنا. واللي تقول لي ساعتك على الموضوع ده أحسن مني زوزو اللي بتشغل هنا يا باشا. يا فين؟ يا زوزو تعالي كلم الباشا الضابط. أنا إزيك يا باشا. والنعمة الشريفة يا باشا ما عملت أي حاجة. ده أنا ماشية زي السيف من البيت للكباريه ومن الكباريه للبيت وما بشتغلش خارج مواعيد العمل الرسمية. يعني تقدر تعتبرني بشتغل في مصنع نسيج؟ والله يا باشا أنا خلاص يا بنت مش عايز صداع. ريه باشا اسمك إيه؟ زوزو. بس اللي تشوفه يا باشا اللي في البطاقة يا روح أمك. خدمتك سعاد.
مسجلة أداب طبعا يا سعاد. حد الله ماليش ولا سابقة. طب افهمي كويس قوي الكلام اللي حلهولك وفتحي دماغك. أمور يا باشا. تعرفي إيه عن العيال اللي كانوا مزورين فلوس وعملوا مشكلة مع سطوحي صاحب الكباريه؟ دول شوية عيال سيس كده وكانوا زباين عندنا. ما أنا عارف يا أختي إنهم زباين، تعرفي عنهم إيه؟ إيه ده يا باشا؟ لا يجيلك السكر ولا الضغط ولا حاجة. لما بت. حاضر. ما اعرفش حاجه. يعني ايه ما تعرفيش اروح امك؟ اخلاقي ما تسمحليش يا باشا. هعلقك على باب الكباريه. هجيب لك بطايقهم. ها يا شريف، وصلت لحد فين؟ الحقيقه يا فندم بعد فتره من البحث والمتابعه قدرنا نوصل لمجموعه كبيره جدا من المشتبه فيهم، من ضمنهم مجموعه طلبه كانت علاقتهم سيئه قوي بصاحب الكباريه اللي اتسرق اكتر من مره. ولو قارنا حضرتك بين السرقات دي وبين مجموعه من السرقات اللي حصلت في مدينه 6 اكتوبر مؤخرا واللي كانت بتعتمد على مجموعة مسلحة، نقدر نقول يا فندم إن إحنا قدام تشكيل عصابي مسلح. تعرف مين أقرب حد للتشكيل العصابي ده؟ مجموعة الطلبة اللي بتتكلم عنهم. أنت عارف الشباب في السن ده بيبقى عندهم ميول لكده. يا فندم دول مجموعة طلبة من جامعة القاهرة. عندك معلومات عنهم؟ أيوة يا فندم، هوري حضرتك. دول مجموعة أصحاب فاشلين جدا في الدراسة يا فندم. ظروفهم الاجتماعية سيئة جدا. وظروفهم المادية أسوأ. ومن تحرياتنا اكتشفنا إن في تغييرات كبيرة جدا حصلت للشباب دول في الفترة الأخيرة يا فندم. تغيير إزاي يعني؟ بقى معاهم فلوس كتيرة جدا يا فندم بطريقة غير مبررة. ومين الولاد دول؟ خالد مجاهد يا فندم. من أسرة ثرية جدا من الصعيد. أبوه اتقتل بعد ما تم انتخابه لعضوية مجلس الشعب. ومن ساعتها واختفى تماما من الصعيد، غير رقم تليفونه، أخباره اتقطعت تماما عن أهله ومحدش عارف عنه أي حاجة. عندنا كمان يا فندم ماجد عبد العليم. الولد ده من أسرة متوسطة. ساب بيت أهله بعد خناقة كبيرة جدا معاهم، وراح اتجوز مطربة كده بتغني في كباريه اسمها ياسمينة. تحرياتنا بتقول إن في مشاكل كبيرة جدا بينهم في الوقت الحالي. في كمان دينا عزت. والدتها ماتت من قريب جدا. بعد وفاة والدتها البنت بتعاني من مشكلة نفسية كبيرة جدا، وحالتها النفسية نقدر نقول إنها في دمار تام. في عندنا كمان يا فندم واحد اسمه طلعت مرسي. طلعت مرسي ده ابن واحد كهربائي وعايشين في أرض اللواء. الولد ده يا فندم ظهرت عليه أعراض الغنى الفاحش في الفترة الأخيرة. بقى معاه فلوس كتير جدا، عنده عربية، وتأكدنا إنه بيتعاطى المخدرات زيه زي كل المجموعة اللي معاه. آخر واحد في الشلة دي يا فندم اسمه لؤي محسن، وده حدوتة كبيرة قوي يا فندم. أبوه صاحب الباخرة اللي غرقت قريب، وبعد المشكلة دي حصلت لهم مشاكل مادية كبيرة جدا جدا، وعلى أثرها باعوا الفيلا اللي كانوا عايشين فيها، وهي هي نفس الفيلا يا فندم اللي كان عايش فيها الداعية الإسلامي واللي اتسرقت مؤخرا يا فندم. يعني عارف مداخل ومخارج الفيلا كويس؟ بالظبط كده يا فندم. طيب وصلت الدليل؟ الحقيقة يا فندم أنا لحد دلوقتي لسه ما وصلتش للدليل، لكن حاطط المجموعة دي تحت المراقبة المكثفة، لكن مش عايز أعمل أي خطوة أزيد من كده علشان ما ياخدوش بالهم. طيب خليك وراهم، وعايز تقارير أول بأول، مفهوم؟ الباشا بنفسه هنا؟ بجد أنا مش مصدقة نفسي. أهلاً يا باشا. أهلاً يا ياسمين، منور بيتي النهاردة. لا 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 لا، أنا زعلان مني خالص. أنا؟ هو أنا أقدر أزعلك؟ أنا عملت إيه؟ حكايتك مع ماجد واخدة شكل كده مش زي اللي أنا رسمتهولك. وقعتي في حبه ولا إيه؟ أنا فعلاً حبيته. ازاي ده حصل؟ فاهمين؟ انا حبيت في ماجد حبه ليا وخوفه عليا. ماجد يا باشا ممكن يعمل اي حاجه في الدنيا علشان يحميني. في الاول والاخر الواد ده بايظ. الا انت عرفتي موضوع البودره ولا لا؟ للاسف عرفت، بس انا هحاول ان انا. ما تحاوليش، الواد ده لازم يضيع. على فكره يا ريت بلاش الحنية الزايدة دي، الواد ده ما يستاهلش. بس يا باشا انت مش حاسس اللي انا عايزه؟ انا حاسس وعارف كل حاجة، وانا كلامي اوامر تتنفذ وبس. اوامرك يا باشا. ويا ريت بقى تفوقي لنفسك شوية وتسيبك من الواد ده خالص، ويا ريت كمان بلاش حدوتة الحب دي عشان بتضايقني شوية. وانا عايزك تعرفي كويس إن العالم ده عالم مفهوش عواطف، عالم فيه مصالح تخلص وبس.
أوامرك يا باشا. صباح الفل يا عربي. أهلا 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 شبيه. اتفضل. كيف الحال؟ الحمد لله تمام. ها إيه الأخبار؟ يا ترى حضرت لنا إذن المراقبة؟ ده مش هياخد ثواني إن شاء الله. بس غريبة اللي أنت جايب نفسك يعني عشان تستلم. يا بيه ما أنت عارف أنا بحب أعمل كل حاجة بنفسي. أربع أولاد وبنت. أيوة. هم دول المشتبه فيهم. في حاجة ولا ايه؟ لا لا ابدا ما فيش حاجة خالص. غريبة شايفك متاخد كده اول ما شفت الصور اللي في الملف. لا ابدا اصل حضرتك عارف يعني ضغط الشغل كده وبيسبب ارهاق شوية يعني. كان الله في العون. اذن المراقبة هو وادي الملف بتاع القضية. تمام. ربنا يوفقك ان شاء الله. شاكر جدا جدا. مبسوط ان انا شفتك. شكرا. السلام عليكم. مع السلامة. ايه الاخبار يا دين؟ الحمد لله كله تمام ماشي الحال يعني. عامله ايه في الجامعه؟ ماشي الحال بس لسه يعني الدراسه ما شدتش زي ما انت شايف اهو. ناويه تنجحي السنه دي ولا ايه؟ فلا الله ولا فالك انا بتاعت الكلام ده برضو اكيد هكوع زي كل سنه يعني. ربنا يهديك يا دينا وتنجحي بقى عشان تتخرجي. وهتخرج اروح فين يعني؟ هاجي اقعد هنا جنبك على الكافتيريا. بقيتش اقعد على الكافتيريات خلاص. على الاقل يعني تدوري على شغل. اه ادور على شغل فعلا. اقول لي يا بوب هو انت كنت عاوزني في ايه؟ اكيد يعني مش جايبني عشان تسالني عامله ايه في الدراسه يعني. لا طبعا. بصراحه انا كنت عايز اسالك سؤال تاني. خير قول. دينا انت بتروحي 6 اكتوبر كتير الشهرين اللي فاتوا. لا اشمعنى يعني انتي بتروحي ولا ما بتروحيش؟ قلتلك ما بروحش. طيب تعرفي واحد صاحب كباريه في شارع الهرم اسمه سطوحي؟ وانا هعرف الاشكال دي منين بس؟ لا طبعا يعني. طب انتي كنت فين يا دينا يوم 15 نوفمبر اللي فات؟ ايه يا ايهاب هو تحقيق ولا ايه؟ انا مش فاهمه. مش تحقيق ولا حاجه. كنت مع الشله اياها مش كده؟ ايه في ايه بس دينا؟ انتوا سرقتوا فعلا؟ ايه الكلام ده بس؟ طب اسمعي يا دينا انا عشان خاطر العيش والملح اللي كان بيننا وبين بعض انت والشله انا بحذركم اوعى تفتكروا لو انتوا عملتوا حاجه غلط مش هتتجابوا. لا يا دينا هتتجابوا ويبقى عقابكم شديد قوي. حذريهم يا دينا وخلي بالكم من نفسكم. يا دينا اهلا يا صهر. عن اذنكم عشان انا عندي ميعاد مهم. ليه؟ عن اذنكم. رايحه فين؟ ممكن اعرف بقى حضرتك لما انتوا شفتوني بطلتوا كلام ليه؟ وبالمنظر اللي انتوا شايفينه ده اللي يشرح القلب كل واحد هيوصله حقه بالتمام والكمال. يا جماعه احنا لازم نتخلص من السرقه دي كلها قبل ما الحكومه تاخد خبر ونتحبس كلنا. ها مخك على قدك. حكومه ايه يا بني ادم؟ كان زمان. ايه يا ابني؟ انت مفيش خالص؟ انت ناسي ان احنا متراقبين؟ كنا متراقبين. قلت لكم 100 مره ان موضوع الحكومه والمراقبه ده كان زمان وجبر. يا سلام لو الذهب ده يتحول لفلوس. قصدك حد يشتري يعني؟ لازم العمليه دي تتم بهداوه عشان ما نتشمش. وانا عندي الحل يا حلو. طب ما تقوله انجز واخلص. طب ماشي واحده واحده عليا. فتحوا اخوكم معايا. ها البص ممكن ياخد الحاجة دي وهيكيش بس على شرط نعمل له ديسكاوي. نعمل له اللي نعمله له، المهم يدينا فلوسنا كاش في ايدينا. حلو قوي، يبقى انت تروح تتفق معاه وتظبط كل حاجة قبل ما نروح احنا بالحاجة. ماشي يا ستي بس انا جعان. جعان قوي. العيال بس تجيب الأكل ونقعد ناكل كده لقمة مع بعض. وهروح بس أقول لكم على حاجة. الحاجة بتاعتي أنا عددها وعارف عيارها ووزنها. لو قل حاجة هقل منكم. دهب محل كامل؟ وده يطلع كام كيلو ده؟ والله يا باشا أنا ما وزنتوش بس هو يجي له كده شنطتين كبار. طيب هاتوا بكرة معاك يا عم طلعت وأنا هجيب خبير يتمنهم وهديك شيكك وأنت قاعد. معلش يا باشا ما تاخذنيش.
اصل انا معايا شركاء وما بيحبوش موضوع الشيك ده، يحبوا الفلوس على بعضيها. خلاص يجي بس الخبير يشوفهم وحديك فلوسك كاش يعني. ربنا يخليك لينا يا باشا، مش عارف من غيرك نعمل ايه. معلش يا باشا كان ليا طلب اخير. ايه ده؟ بس العيال صحابي مش مأمنيني، عايزين يجوا معايا يحضروا التسليم والتسلم. وماله؟ تخليهم يجوا؟ وماله؟ ايه؟ عشان هيعرفوني مش مشكلة. أنا أعرف عنهم كل حاجة. لولو، هو الراجل ده أنا شفته قبل كده ولا بيتهيألي ولا إيه بالظبط؟ هو يا مش عارفة. ده أهم واحد بيشتغل في الأسمنت في مصر، ده غير إنه من أكبر رجال الأعمال اللي في البلد. باشا والخبير قال لي معاك ان الدهب تمام. ايوه وقدرناها بمبلغ كويس، والرجاله جايبين الفلوس وجايين دلوقتي. تحب حضرتك تحاسبهم؟ يا باشا يا باشا ما توقعنيش في الغلط يا باشا، انا عايز ادور معاك برضه. الفلوس اتقسمت على 5 شنط، كل واحد فيكم شنطه. يعرف عنها اي حاجة لا من قريب ولا من بعيد. طبعا انتوا دلوقتي شفتوني وعرفتوني، وانا كمان عارفكم كويس، يعني بقيتوا رجالتي في طوعي وتحت امري وتنفذوا اوامري. اي حد هيفكر كده ولا كده هو عارف ممكن يحصل له ايه. الفلوس قدامكم، افتحوا الشنط وتشوفوها، بس يا ريت تخبوها في مكان امين.
انتوا مستغربين انا جمعتكم ليه النهارده؟ انتوا بشغلكم معايا ده هتتنغنغوا. الملف ده فيه صور ومعلومات وخريطه لمتحف صغير قوي في الجيزه، المتحف ده مش مهم خالص، انما فيه لوحه تقدر بملايين وموجوده في متحف حقير معلوش اي حراسه. ايوه بس الحوار ده يخصنا في ايه يا غالي؟ انا بقى عايزكم تجيبوا لي اللوحه دي. ايه؟ عايزنا نسرق يعني؟ ومش اي سرقه، ده عايزنا نسرق متحف، يعني عايزنا نسرق الحكومه. الكلام ده على جثه انه يحصل. وانا مقول هيحصل يعني هيحصل. واحنا مش بهايم بتلف في ثانيه. يا ابني انت يا ابني ما ينفعش تتكلم بالطريقه دي هنا. معلش يا باشا اللي ما يعرفك يجهلك وده يتسقفي لسه جاي من الصعيد. ايه يا عم طلعت اللي انت بتقوله ده؟ احنا ما حدش بيدينا اوامر اصلا. وبعدين يكون في علمك احنا مش حراميه زي ما انت فاكر، احنا طلبه محترمين وولاد ناس، وولاد ناس قوي كمان. انتوا عارفين انتوا هتكسبوا كام من العمليه دي؟ مليون جنيه. والله لو هناخد كنوز الدنيا ليه يمكن نسرق اثار بلدنا. بص يا كبير، احنا محدش يقول لنا نعمل ايه وما نعملش ايه، مش كده ولا ايه؟ صح. واضح انكم نسيتوا نفسكم. على العموم انتوا لازم تعرفوا انتوا بتتكلموا مع مين وبتقولوا ايه، ولا ايه يا طلعت؟ طبعا يا باشا. طبعا طبعا يا باشا. يلا بينا يا شباب، ملناش مكان هنا. يا جدعان يا جدعان، سامحين بيقول كام؟ ده بيقول مليون جنيه. انا قلت ملناش مكان هنا. يا الواد وسع. خالد انت عارف. معلش يا باشا، حقك عليا يا باشا، هيكون عندك رد قريب جدا معاك. رايحين على فين؟ بص يا طلعت، احنا مش هنسرق، مش هنسرق. يا ابني ده عايزنا نسرق الحكومة، عارف يعني ايه نسرق الحكومة؟ يعني هنتحبس وش. يا غبي، يا غبي، أنت ما شفتش شكل الراجل عامل إزاي؟ ده هو ده الحكومة. يا جماعة احنا لما فكرنا نسرق كنا بنسرق الأغنياء عشان ندوا الفقراء. كنا بننتجهم اللي سرقونا وسرقوا مال البلد. آه. حلو قوي يا حبيبي اللغة دي. بص بقى، أنا اللي أعرفه إن اللي يمشي في الحرام ما ينقيش. وبعدين دي لوحة يا جماعة. بص يا ابني. اللوحة دي مال عام بتاعت البلد، واحنا الشعب، يعني كده احنا بنسرق نفسينا، احنا بنسرق البلد، مش كده ولا ايه؟ بلد بلد ايه يا ابو بلد؟ وهي كانت عملت لنا ايه البلد؟ يا جماعة كل واحد مننا عارف مصلحته كويس، وانتوا عارفين اننا محتاجين فلوس دلوقتي حالا. دي لوحة. انسى يا طلعت، انا ماليش في العملية دي عشان تبقى فاهم. وبعدين الراجل ده انا اصلا مش قابله، بيتعامل معانا يا اخي كاننا عبيد عنده، كاننا موظفين عنده، كاننا حد من رجالته. يا عم ده راجل مخبول يا عم. شفتي ايه ده يا جماعه؟ والله العظيم انا بعمل كده عشان احنا الخمسه. يا جدعان انتوا ما تعرفوش لو ما سرقناش اللوحه دي ممكن الراجل ده يعمل فينا ايه؟ وبعدين نسرقها وبعد كده نتوب نطلع نعمل عمره احنا الخمسه. انا مش لاعب معاكم، شوفوا انتوا عايزين تعملوا ايه؟ خدنا معاك يا لؤي. فاهمهم انت؟ فاهم؟ الولاد اللي خرجوا من هنا عارف اماكن الفلوس اللي خدوها؟ ايوه. بص احنا غيبناهم لحظه خروجهم من هنا ومحددين الاماكن اللي مخبيين فيها الفلوس. انا عايز الفلوس دي ترجع تاني. امرك يا بص. عايز الولاد دول يجوا راكعين علشان يطلبوا يشتغلوا معايا. لؤي اصحى يا حبيبي، اصحى يا لؤي، اصحى يا حبيبي، التليفون بيرن. شبيه اصحى يا لولو بدل ما ارد انا. اصحى هرد على التليفون. اصحى يا حبيبي ده تليفون البيت. الو يا مامي. لا يا حبيبتي، لا كنت نايم شويه.
حاضر ماشي هاجي. خلاص يا مامي هاجي، هقوم الم شويه هدوم كده واجيلك. خلاص يا مامي جاي. باي. سلام. ايه العسل ده؟ ايه القمر ده؟ سكر يا اخواتي. عسل. لؤي اللي باي باي يا مامي. ايوه يا مامي جاي يا مامي حالا. انت رايح فين؟ هروح اقعد كام يوم كده عند مامي شويه. يا خيبتي على الراجل اللي مركون عليه. مالك يا بت فيه؟ يا لهوي. الله، انت ناوي تسيبني؟ اتركنتي ما تعدلتي يا بعيده. مالك فيكي؟ اهدي شويه. انت حاسبني يا لؤي بعد ما تبت عن السكه الحرام خلاص؟ يا بنتي ما تخافيش، مش هتاخر عليكي، كلها يومين هظبط فيهم شويه قرشينات. ولا عاجبك الكحراطه اللي احنا فيها دي؟ طب يا اخوي اما اشوف اخره اليومين دول ايه. رايح فين يا طلعت؟ انت ناسي ان احنا هنروح لاخويا طلبه الاسم؟ مش رايح، روحي له انت. وده من امتى بقى ان شاء الله؟ رايح فين يا واد؟ رايح الشغل، رايح اجيب لك المام يا ست الحسن. وهتسيبني اروح له لوحدي؟ وانا ليا حد غيرك يا اخويا، والنبي تيجي معايا. يا زينه بقى يا زينه، وعهد الله يا زينه اخوكي حب الحبس، عشق الزنزانه يا زينه، كل اسبوع يتحبس مرتين وانت دايره لي زي النحله وراه. روحي بقى يا حلوه بعسلك لاخوكي، وسيبيني انا اجري ولا اكل عيش. اوعي يا زينه، اوعي روحي، اوعي حبيبتي. يلا سلام. ماشي يا طارق، ماشي. لؤي. شيرة حبيبي. هاي. ازيك شيرة؟ تمام. حبيبي لؤي. مامي. واخيرا جيت بيتك. بيتي؟ اه طبعا، البيت اللي فيه مامي يبقى بيتك. ايه يا اخي، واحنا ما وحشناكش بقى ولا ايه؟ وحشتيني يا عسل. انت يا سكر، انت يا طعم. يلا كفايه كده دلع، تعالى خد شاور وانا هاكلك حته اكله. موه. انت اللي عاملاها يا ماما؟ اه طبعا. يبقى كده اومليت ولد. تعال المكان هنا امان. ايه اللي انت بتعملي ده؟ انت عايزه تضيعي نفسك؟ في ايه يا خالد؟ لو هضيع عشان بلدي مش مهم، اضيع. تقوم تقوم الطلبه انهم يخربوا البلد ويعملوا مظاهرات. ايه يا خالد؟ انت مش شايف اللي بيحصل في البلد؟ مش عارف عن حد اسمه خالد سعيد؟ و100 واحد زي خالد سعيد. البلد مليانه قمع ومليانه حاجات تودي في داهيه. احنا لازم نتغير، والتغيير ده مش هيجي الا بايدينا. وطي صوتك. علي النعمه كلامك بيعجبني بس مش واقعي. يعني احنا لا نغير الفساد بالمظاهرات والصوت العالي؟ يا خالد احنا في ايدينا نغير، ولازم نغير. البلد دي ممكن تبقى احسن بلد في الدنيا، ومش بس بالصوت العالي. انا خايف عليكي بس، وخايف على البلد. طلبة زينة. والنبي استنى، يا ربنا ينصرك. عامل ايه بس شوي؟ الحمد لله. انت اللي عامل ايه؟ انا زفت زفت الزفت يا زينة. ان شاء الله عدوينك يا اخويا ما تقولش كده. انا شكلي هلبس اسود المره دي يا زينه. هتخرج منها بعون الله زي كل مره. اخرج منها ازاي؟ انا شكلي اتباعت، واللي باعني مين؟ البيج بوتس ده شكله هو اللي بيوزع عليا يا زينه. انا اتاكدت من الحكايه دي. بجد وربنا؟ اه، بس وحياه ديني ما هسيبه، وما هسيب اي حد اتامر عليا. اسمعي، الواد طلعت فين؟ ما جاش ليه؟ الله يسهل له بقى. ماشي ماشي يا طالع. خلي بالك من نفسك انت بس. خلي بالك من نفسك انت يا زينة. انا هشدلك محامي يا طالبة، وهجيلك على النيابة. ما تقلقش انا في ظهرك طالبة. هجيلك على النيابة يا طالبة، ما تقلقش. زينة اختك في ظهرك. طيب يا ام، عامل ايه دلو؟ كنت محتاج اسمع صوتك يا ام، وحشتيني. بتقولي ايه؟ عرفت مين اللي قتل ابوي؟ عمي، انت متاكده من الكلام ده؟ خد مطرحه في مجلس الشعب.
عشان كده قتل. انا هقتله يما. انا جاي لك دلوقتي. سلام. فين الطبنج؟ طبنجة ايه بس يا خالد؟ هتعمل ايه يا مجنون؟ اخد طربوي اغسل عارك. ما تضيعش نفسك يا ابوس ايدك. انا ضايع ثلجه. طب خدني معاك عشان خاطري. عشان خاطري لو كنت غالي عندك سيبيني اروح لحالي. خليك هنا. غالي عندي؟ غالي عندنا يا خالد؟ يا خالد! يا السلامة يا صاحبي. جيت ميت خالد. انت ناوي على ايه؟ اكسر الشر يا خالد. بعد عني يا فتحي. خالد بيه الحمد لله على السلامة. الحمد لله انك انت عجلت وجاي تاخذ بطل ابوك. طول عمرك نبيه يا عمي. انا جاي دلوك عشان اخذ بطل ابوك. واللي قتل ابوك وراك اهو. خذ بطارك منه وامسح العار. وساعتها هتبقى والد مجاهد صح ونعرف نرفع راسنا وسط الخلق. اقتله. مستني ايه؟ خذ بطارك. وامحي بنار الكره. اقتل يا خالد. تعمل ايه يا صاحبي؟ تعمل يا خالد؟ بس يا عمي مش فتحي ولا ابوه اللي قتل ابوي. اللي قتل ابوي انا خابره. ويكون فيك حصى ولا طول. أمانة جاي لك ولد زين من ميلة الزمان معطول. جاي لك ولد زين يا قبر. خايف في لف العمامة. أمانة عليك يا قبر. ما تحاسبه غير يوم القيامة. ما تخافش يا ولد. أبوك حيتلقاك في أحضانه. ألو؟ أيوة مين معايا؟ مش ده تليفون خالد؟ أنا دينا زميلته. انتي اخته. اهلا وسهلا. امال خالد فين؟ ايه انتي بتقولي ايه؟ هتقتل؟ في ايه يا دينا مالك؟ في ايه يا اختي؟ في ايه يا دينا مالك؟ انطقي. هو مين 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 اللي قتل؟ خالد اتقتل. ايه؟ لا 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 يا جماعه. لا خالد ما ماتش. استغفر الله العظيم يا رب. استغفر الله العظيم يا رب. يا جدعان بس ده خالد كان معانا امبارح. لا 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 خالد ما ماتش يا جماعه. لا خالد ما ماتش. ليه؟ ليه بيحصل معانا كده؟ ليه؟ بس اهدي بالله يا حبيبتي. ليه؟ احنا اكيد ربنا غضبان علينا. اكيد ربنا غضبان علينا. صلي على النبي يا اختي. صلي على النبي. ليه كل حاجة حلوة بحس إنها مش حلوة؟
ليه كل الناس راضية وسعيدة إلا أنا؟ اتكتب عليا العذاب والشقا، حتى خالد الراجل الوحيد اللي أنا حبيته مات من غير ما يعرف إني بحبه. ده أنا ما حبيتش راجل غيره في حياتي. ألو؟ أيوة يا سهى. مين معايا؟ أنا دينا. دينا؟ أنتي فين يا حبيبتي وبتتكلمي منين؟ خالد مات يا سهى، مات. مات؟ أيوة، اتقتل في الصيد. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. أنتي عاملة إيه؟ أنتي كويسة؟ طمنيني عليكي. أنا مش كويسة، مش كويسة، بس هبقى كويسة كمان شوية. دينا أنتي صوتك مش مريحني. ما أنا هريح نفسي وهريح الناس كلها مني. دينا أنتي فين؟ دينا أنا كنت عارفة إنك بتحبي خالد، بس هو للأسف ما كانش حاسس بده. وصدقيني يا حبيبتي، ده في الأول وفي الآخر كل شيء اسمه نصيب. انتي عارفة يا سهرة كانت مشكلتي ايه في الدنيا دي؟ ان انا كنت عايزة اعيش عيشة بسيطة زي كل البنات، بس ما عرفتش. حاولت ابقى حرامية ونادلة برضو ما عرفتش. عارفة ليه؟ لان صعب قوي واحد يبقى شريف ونادل في نفس الوقت. انتي بنت كويسة، ما تقوليش على نفسك كده. كويسة ايه بس؟ ده انا سرقت وعملت بلاوي، ده انا فيا العبر. انا ما عرفتش اعيش بشرف، عشان كده الحل اني على الاقل اقدر اموت بشرف. انتي اتجننتي؟ دينا انتي بتفكري في ايه؟ شوفي يا سهى، انا كتبت رسالة هتلاقيها مع زمايلنا لما يبقوا يلاقوني. طب ممكن اعرف انتي فين؟ واشمعنى انا اللي بتطلبيني وتقوليلي حاجة زي كده؟ ليه بتحمليني ذنبك؟ عشان انتي طول عمرك كنتي بتقوليلي انك زي امي، وانا بعد امي ما ماتت خلاص الدنيا ملهاش طعم ولا لازمة، ملهاش اي معنى يا سهى. دينا علشان خاطري اللي انتي بتقوليه ده جنان. انت عارفة عايزة تعملي ايه؟ انت عايزة تموتي كفر. انا طول عمري باخد قراري بنفسي، حتى قرار موتي. عارفة يا سهى، انا نفسي اروح للناس اللي بحبه. وجود خالد في حياتي هو اللي صبرني على موت امي، بس دلوقتي خلاص كل حاجة ملهاش طعم، ومفيش حاجة هتصبرني على فراقه. مفيش. الموت سكته ربها نجاتها يا روحها. انت يا عيدي عيدي من ألمها ومن أهضها إلى عمر بدون حبيب خلاها ليل عمر الرغيب ساكن صوتها وسكتها طب فيه وحشتي.
نسيني يا ماما. أحبك أحبك يا خالد. يجي على هنا يا هبه بيه. يجي على هنا؟ يجي علشان يبلطج عليا؟ اكيد هياخد مني فلوس. بس ايه ما تلاقيش يا حبيبتي، ما تلاقيش وهدى، انا معاكي، انا هعرف احميكي، لو جه هنا انا هقطعك. انا خايفه اعمل حسابك انه اكيد هيجي على هنا، انا عارفه ايه، انا عارفه ماجد. حبيبتي ارجوكي ايه اهدي ما تلاقيش، سيبيني انا هعرف اتعامل معاك كويس. حبيبي انا عندي حل عشان نخلص منه. ايه هو الحل ده؟ ندخله مصحة العلاج الإدمان وندفع فلوس عشان ما يخرجش منها إلا لما مراته توافق، وأنا طبعاً مش هوافق. بس أنت مش مراته، أنت مرات أنا. يا سيدي نضرب ورقتين عرف كده أي كلام، وأنا هقول إن أنا مراته. بس كده كده تزوير، لخبطة بصراحة، أنا مش فاهمها ياسمين. هي الحكومة أصلاً موجودة في البلد؟ هو في حكومة علشان تفر كل اللي بيحصل؟ يا راجل كبر دماغك وسيب لنا الموضوع ده بقى، هظبطه لك كويس. اوكي ماشي، بس انا كده لازم اجيب السلاح بتاعي، ولازم كمان اكلم مجموعة من صحابي عشان نعرف نجهزه كويس. بس بكره وبدري احسن يجي وانت مش موجود وتبقى مصيبة. شيك اصرفه منين اليومين دول يا مدام؟ معيش فلوس تقضي. خلاص خلاص هبعت لك حد بالمبلغ. اوعى اوعى. ايه ده؟ انا هنا؟ جبتيني هنا؟ جبتيني هنا يا ياسمين؟ حرام عليك. اوعى اوعى يا ياسمين. ولا زكريا ولا انا عايز افهم، هم السجن اللي احنا فيه ده ما فيهوش ممكن انا اهرب منها مخرج؟ في ابو سيدا كل فين؟ الريسبشن بيبقى فيه شباك مفتوح بيطلع على الجنينة ومنه على السور. يعني عشان نروح له برضه لازم نخرج من ام الباب ده، مش كده؟ الباب ده ما بيفتحش غير 4 مرات وبس، للاكل والكشف. انا عايز افهم، يعني انت كل المده دي يعني انا ما حاولتش تهرب؟ اهرب شبراوي التمرجي ممكن ياكل ذراعك او فرده من ودانك لو حاولت تهرب. هو مين يا مش عارف شو كان لازم اجيب شنطته. ولا عايز تهرب من هنا؟ ايوه. طب انجز بقى، ركز معايا، خليك في ظهري. ها امشي على السكه اللي همشيها. امشي على السكه يا زلمه. ماشي.
موت في حزفت انت وهو. بقول لك يا غالي بس عايز يا زفت في حاجه في السرير. يا الله يا الله دمعني. شبراوي 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 يا ولد يا شبراوي روح عليك يا شبراوي شبراوي. شرفتي يا حلوة حليب قلبي. عمرك ما تخيلتي طبعا ان احنا الاثنين نيجي مع بعض بعد بعض. عايزين مني ايه؟ عايزين نشكرك انك ساعدتينا نتعالج من الادمان يا حلوة. اوعى تسيبني انت وهو هصوت عليك على كل الناس. صوتي صوتي يا اختي ما واخدين على صوتك حقك وحقي كمان ان انا اخد حقي منك. انت لازم تموت يا ياسمين. يا اختي كده والله هو هو اللي دخلك المصحة مجد هو اللي دخلك. اتساكة مش وعدتك اني هرجع لك تاني يا ياسمين. هو اللي دخلك ونسير الحيط. لا هو اللي دخلك المصحة. كل حاجة سبتها زي ما هي اصيلة اصيلة. انا بحبك انت عارف انت ما شربت من نفس الكاس اللي شربته قلنا شم 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 شم. ياسمينة بقت شمامة. يخرب بيتك انت عاملة منها. بس تفتكر بقت بيسة مدمنة يعني ولا اطلع خدها واحدة شلموها خلص؟ مش محتاجة. الضرب اللي ضربناه لها يساوي اللي عملته فينا 20 مرة. كفاية كده. عندك حق يا صاحبي. صح صح. طيب يلا استنى. آسف آسف اللي عملته فيك. كنت لسه أخضر مش فاهم حاجة. وقالوها زي ما تعمل هيتعمل فيك. متزعلش. سامحني. عشت عشت. تروح على فين؟ أنا؟ رايح أجيب الدب من ديلو بس على الله يكله. أنا مش فاهم حاجة يا دجاجة. خلي بالك على نفسك. فوق فوق زي ما هم غلط احنا كمان غلط. فوق 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 لنفسك. ها خلي بالك على نفسك. اثبت مكانك يلا اثبت مكانك. انا جاي. سكو جاي جاي. لؤي ازيك يا لؤي؟ الله عامل ايه؟ استنى بس يا اخويا اخبارك ايه؟ عامل ايه؟ هكلم معاه بس كلمتين. امسك. انت اللي جابك هنا؟ لما عرفت انك اتمسكت قلت اجي اطمن عليك. عامل ايه؟ تسرقيني يا سوسو؟ انا اسرقك؟ هو انا لو كنت قصدي اسرقك كنت هتشوف وشي تاني؟ انا خفت على الفلوس منك قلت اشيلهم لك ومسيرك ان شاء الله تطلع هتلاقيه في الحفظ والصون. اطلع مش باين لها القضيه لابساني لابساني. قول يا رب. لؤي انا غيرت من حياتي كلها عشانك. حاولت اعيشها من غيرك ما قدرتش. حاولت اعيشها مع حد تاني برضو ما قدرتش. انا ما حبيتش راجل غيرك. عارف ليه؟ عشان حنيتك عليا.
سوسو. يعني هتكتب عليا رسمي انت تاني؟ هيحصل هيحصل يا سوسو. يلا بيه بس العيد انت. يلا يا عم هتخرج هتخرج ان شاء الله. هستناك هستناك يا لؤي هستناك. بعد الاطلاع على الاوراق وما تم من تحقيقات في الجنايات الواردة برقم 45 جنايات الهرم، وبعد الاطلاع يتم محاسبة كل من لؤي محسن محمد وماجد عبد العليم حسن وطلعت مرسي السيد بالسجن 5 سنوات رفعت الجزمة.